مفيش شك إن أي زوجين بيحلموا بأول طفل ليهم، وبنلاقي مشاكل تأخر الإنجاب تسبب أرق وتوتر كبير في حياتهم. الغريب إن 20% من المتزوجين بيعانوا من تأخر الإنجاب، لكن لما نبص على بعض الإحصائيات عن تأخر الإنجاب هنلاقي إن ضعف التبويض بيشكل 30% من أسباب تأخر الحمل عند الست، و 30% من الأسباب تعود للرجل، و 15% من الأسباب بتكون أسباب مشتركة بين الزوجين، ومن 10-15% تقريباً أسباب غير معروفة. في تأخر الحمل بتتدخل عوامل كتير ومهمة، لكن مع العلم الحديث أصبحت طرق العلاج لمعظم المشاكل دي متوفرة. اهلا بكم. الامومه والابوه شيء عظيم. كل جسمنا بيتناقص، كل خلايا الجسم بتقل مع الزمن، مخك حجمه بيقل عشان تبقوا عارفين، عدد الخلايا المخيه بيقل، العضلات بتقل، عدد الحيوات المنويه بيقل، لكن من اكتر الحاجات اللي بتقل بشكل دراماتيكي البويضات. الأرقام غريبة ومخيفة، مش مخيفة يعني تقلقك من شيء، لكن هي دي سنة الحياة. هتستغربوا لما أقول لكم أنه في سن البلوغ عدد البويضات في الست بيتراوح ما بين 300,000 لـ 500,000، 300,000 لـ 500,000، نص مليون. رصيدها في سن البلوغ بيبقى نص مليون، وبيبقى أكتر من كده بكتير ساعة الولادة. ده هو ساعة البلوغ، خلينا بس نحسب من ساعة البلوغ. طيب، فحوالي سن 37 سنة يوصل ل 25,000 بويضة. لا، ده البلوغ ده سن 15-16، من 15-16 ل 35-37، من 500,000 ما يبقوش حتى 100,000، ده 25,000. عند سن 51 سنة في عمر الست البويضات اللي تبقى موجودة حوالي 1000 بويضة بس، وممكن أقل. يعني شيء في منتهى الاستغراب، من 500,000 لـ 1000. ده لو أنا قلت لك مين الخلايا أو مين الشيء اللي في الجسم بيتبخر بجد، تقول البويضة أول حاجة تخطر في بالك. البويضة ياخد الشعر، عند الناس اللي عندهم شوية شعر زي حالتنا بيفضل موجود، يعني مش بالطريقة دي بينهار إلا بقى الناس يعني، لكن البويضات في الستات لا، فعلا ملوك الندالة بيختفوا. فتعال نفهم أكتر وأكتر، خصوصا النهاردة عندنا موضوع مشير جدا على المستوى العلمي، وأنا عايز أفهمه أكتر منكم. يعني موضوع اسمه كيس أو متلازمة البويضات الفارغة، متلازمة البويضات الفارغة. ده مقلب، ده مقلب عنوانه كده، مقلب لأي حد مش مركز في السونار كويس. تعالوا نفهم النهاردة هذا الكلام المهم جدا في عالم تأخر الإنجاب مع ضيفي العزيز، واحد من ميجا ستارز عالم النساء والتوليد ومن المبدعين في هذا المجال، الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب واستشاري الحقل المجاري وعلاج تأخر الإنجاب وجراحات المناظير والتجميل النسائي، وعضو المشارك بالكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد الإنجليزية. أهلا بك دكتور محمد، منورنا وسعيد جدا بهذه الزيارة العظيمة في الدكتور. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، أنا أسعد طبعا أن أبقى مع حضرتك. الله يبارك فيك. لا، عايزك تعلق لي على البويضات. هذه هي بتتصرف تصرف نسوي جبار، تبدا بمحبه شديده وبعدين بعد كده المحبه دي بتروح. تمام. حضرتك الكلام اللي قلته ده كلام علمي احنا بنسميه ريكروتمنت، يعني ضمور في البويضات تدريجي. يعني الطفله وهي لسه جنين في بطن والدتها بتبقى عندها عدد البويضات حوالي 5-6 مليون.
عند الولاده بيوصل لغايه 1-2 مليون. عند البلوزه ما حضرتك قلت ممكن يبقى حوالي 500,000 او 300,000 برضه يوصل للموضوع دوت. القصه كلها ان احنا عندنا البويضات كل شهر في فقد متواصل للبويضات، البويضات تبدا تنمو وتمشي في مرحله معينه لغايه لما يحصل لها ضمور وهكذا، سايكلز شغاله على طول ما بتوقفش خالص ومفيش اي حاجه توقفها. يعني للاسف بعض الناس فاكرين ان ما ياخدوا حقوق منع الحمل هتوقف السايكل ديت وهتحافظ على البويضات، ده كلام مش مظبوط. الحمل نفسه مش هيوقف الموضوع ده، لا هيفضل برضه في فقد في البويضات، كل اللي موجود حتى الحقن بتاع الحق اي وسيله اي حاجه انها توقف فقد البويضات مفيش خالص. الحاجه الوحيده بس اللي توقف فقد البويضات دوت اللي هي بدات كلام جديد قوي بيتعمل، ان هو بيتاخد الكورتكس او الجزء من المبيض يتاخد جراحيا ويتجمد بره ونسيبه متجمد زي ما هو، بيفضل البويضات فيه بالعمر اللي احنا خدناه من الست دي. يعني لو خدناه من الست دي وهي عندها 20 سنه هيفضل بعمر 20 سنه، نيجي نزرعه لها وهي عندها 40 50 سنه هيطلع الهرمونات البويضات بنفس سن 20 سنه زي ما خدناه وجمدناه. دي الوسيله الوحيده اللي توقف الريكريتمنت اللي هو ضمور البويضات المتواصل، وده على طول مفيش حاجه بتوقفه، لان الكل فاكر ان ممكن الحمل حبوب منع الحمل مفيش، هو دي على طول سايكل شغاله 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 لغايه لما يخلص اللي هي المخزون بتاع السيارة. هي فكره تجريبيه لكن تطبيقها طبعا مش لسه ما جداش النتائج اللي هو الثابته. الكورتكس بدا يتطبق برضه بدأ يعني المستقبل العلمي فيها مباشر. بدا تمام. لماذا اولا المقصود به كيس البويض او متلازمه البويضات الفارغه؟ عايزين نفهم المقصود بهذا المعنى. ثانيا وسؤال برضه مهم قوي، حضرتك لماذا اخترت هذا الموضوع نتكلم فيه؟ تمام. هو احنا عندنا دلوقتي دكتور ايمن الحقن المجهري كتر قوي والحمد لله يعني وبقت نتائجه حلوه، وبرضه كل ما حاجه بتزيد كل ما يبدا يبان حاجات كانت نسبتها صغيره بقت تكبر ويحصل ماجنيفيكيشن ليها وتظهر اكتر. يعني احنا دلوقتي الحقن المجهري زاد قوي نتيجه بقى التقدم الطبي بتاعه، نتيجه برضه بعض الاحوال بقى، يعني مثلا سيده جوزها مسافر جاي فتره معينه حالات اجتماعيه عاوز تعمل تحديد جنس مولود، فبقى نسبه كبيره جدا جدا حكايه الحقن المجهري بيتعمل. ففي حاجه اسمه كابوس اسمه البويضات الفارغه، الكابوس ده كابوس مشكله جدا الدكتور وللمريضه كمان، يعني الدكتور ما بيتفاجئ بيه بيبقى محبط جدا جدا، والمريضه طبعا خدت علاج وضغط نفسي وحقن كتير وماديا وفي الاخر يطلع بويضات فاضيه. البويضات الفاضيه دي بس عشان نفرقها بينها وبين حاجه ثانيه يا دكتور ايمن برضه العينين بيتلخبطوا فيها او ما بيجوا يوصفوها بيوصفوها غلط، يعني تقول لك انا خدت حقن حقن مجهري والدكتور قبل ما يسحب بويضات قال لا البويضات ايه مش صالحه خلاص مش هنسحب حاجه، لا دي ما لهاش علاقه خالص بالقصه بتاعتنا دي، ما فيش بويضات اتكونت اساسا. نبع عمليه اللي هي البويضات الفارغه دي يعني ايه؟ السيده خدت حقن الحقن المجهري وتابعت التبويض، البويضات كويسه جدا، عددها كويس، حجمها كويس، في المبيضين موجوده وكويسه قوي. عمل تحليل هرمونات اللي احنا بنعمله الاي 2 والبروجسترون والال اتش كله ماشي مظبوط زي الكتاب ما قال. دخلنا نسحب البويضات. جينا سحبنا البويضات لقيناها فاضيه. كل ما نسحب بويضه فاضيه، سحبنا للسيده دي البويضات يمين مبيض يمين مبيض شمال وعدد بويضات كويس موجود واتسحبت. دكتور بيسحب بخبره كويسه جدا، يعني بيسحب صح، ما فيش مثلا نسبه خطا. المعمل نفسه اللي موجود معمل كويس، الدكتور في المعمل قاعد كويس، يعني ما فيش احتماليه ان في بويضات موجوده وهو ما شافهاش. الجهاز اللي بيسحب بيه، السونار اللي بيسحب بيه، يعني السيده دي خدت كل البروتوكول المظبوط بتاعها، طلع بويضات بالسونار شايفينها حلو، عندنا برضو الهرمونات كلها مظبوطه، يعني ما فيش اي احتماليه ان احنا نخش وفي بالنا ان هيطلع بويضات فاضيه. للاسف هي بقى فشل ان احنا نسحب بويضات في السيده دي، ده من نسميه متلازمه البويضات الفارغه، اللي هي السيده تقول انا دخلت سحبت البويضات والدكتور قال ده البويضات فاضيه كلها. دي طبعا كابوس، كابوس كبير، لان حاجه هي داخله خلاص الحمد لله عندها بويضات حلوه جدا، الدكتور داخل برضه مطمن شايف البويضات شايف التحاليل، خلاص انا هسحب بويضات وهتطلع كويسه جدا. اتسحب البويضات اتفاجئ ان ما فيش ولا بويضه موجوده برغم عدد 20 بويضه مثلا سحبهم او حاجه، فيهمش ولا بويضه اتسحبت. طب يعني ايه اللي حصل؟ حضرتك وات هابن. تمام. حضرتك هو الاول في حاجه بالنسبه للاسم اللي هو ايه متلازمه البويضات الفارغه، هي طبيا هو ميس نيم، يعني مش اسم مظبوط او مش دقيق قوي يا دكتور ايمن. لان المفروض احنا دلوقتي ادينا علاج وبدا يحصل بويضات وحويصلات طلعت والمبيض بقى فيه بويضات، فور شور في بويضات موجوده في المبيض، بس هي الفكره احنا فشلنا ان احنا نسحب البويضات ديك، فهو الاسم العلمي بس هو خلاص جرى العرف ان هو بتسمى بهذا الاسم العلمي، انما ده ميس نيم مش اسم
دقيق بالنسبه للوصف بتاعنا، لان اوريدي في بويضات هي مش فاضيه، بس احنا فشلنا ان احنا نسحب البويضه منها. يعني نقول عليها متلازمه الكيس الفارغ؟ لا، هي اسمها طبيا امتي فوليكل، فخلاص هي انما هو مش حتى مش في المؤتمرات العلميه وكلام بيتقال عليها برضه كيس ميس نيم، هو برضه مش معروف. كيس هو اللي احنا سحبنا منه غلط؟ لا، هي الحويصله فيها بويضه، بس احنا فشلنا ان احنا نسحب بويضه بكل الطرق اللي بنعملها. يعني عملنا فلاش يعني ايه؟ بنحقن سائل جوه البويضه، يعني عندنا حويصله سائل ونشفطه ونحقن سائل ونشفطه تاني كذا مره عشان تطلع البويضه، ما بتطلعش. فكده خلاص، يبقى دي بنسميها متلازمه الايه؟ البويضات الفارغه. ودي طبعا كابوس، الست داخله والدكتور داخل يتفاجئ، ما فيش، هيطلع يقول لها ما فيش، هنعمل ايه؟ فدي طبعا مشكله ليها انواع. يعني احنا عندنا في نوع اللي هو الترو او الجينيون امتي فوليكلز، وفي عندنا فولس اللي هو الايه؟ الكاذب، وفي عندنا حاجه اسمها بوردر لاين امتي فوليكلز. عندنا في ثلاث انواع، دول مختلفين تماما عن بعض. الترو اللي هو الحقيقي، وعندنا الفولس. الفرق بينهم ايه؟ احنا المفروض السيده دي كنا بنيجي نعمل حقن مجهري بعد ما خدنا المنشطات وطلعنا بويضات كويسه جدا، بنبدا ندي اللي هي التريجرنج، اللي هي الحقنه اللي هي بتخلي البويضه تنضج وتكمل الانقسام الميوزي بتاعها عشان تنزل وتبقى ايه؟ بويضه صالحه للاخصاب. بتاخد الحقنه ديك، بنيجي بقى احنا بنحلل الحقنه دي في الدم، هل الحقنه دي وصلت للبويضه عشان كده بدات تنقسم ولا ما وصلتش؟ بنشوف لو لقينا ال HCG اللي هي الحقنه اللي احنا بنقول عليها اللي خدناها ديك في الدم حللناها مش موجوده، يبقى احنا عندنا دوك فولس، لان هي اوريدي ما وصلتش للبويضه. مش موجوده ليها اسباب وهنقولها كلها دلوقتي، انما احنا بنفرق بين فولس وترو بال HCG. التحليل بتاعه بنحلل هرمون ال HCG اللي احنا اللي هو هيومن كورينو جونادوتروبين اللي احنا اديناه، لو موجود اللي هو بتاع الحقنه التفجيريه موجود وبنسبه عاليه جدا وكويس اللي هي النسبه الطبيعيه بتاعته، وما حصلش ان البويضه خرجت وسحبنا وما فيش، لا ده يبقى ترو، يبقى فعلا احنا خدناه وصل للبويضه وللاسف البويضه ما حصلش انقسام وما عرفناش نجيبها. فده يبقى ترو، ده حقيقي فعلا، وغالبا ده مستو بيبقى جينيتكس غالبا. انما الفولس ان احنا بنلاقي الاتش سي جي دوت بنحلله الطبيعي، هم قالوا ان في ليفل اللي هو اكتر من 100 ملي انترناشونال يونت بير ملي ليتر، ده النسبه الطبيعيه. بنيجي نحلله في السيرم ده المفروض ان هو يبقى اعلى من كده، ده خلاص يبقى مظبوط. ولو جينا نسحب البويضات وهو طالع ان هو اقل من 100، وفي بعض الميديكال سورسز برضو قال ان يكون اقل من 40 ملي انترناشونال يونت بير ملي ليتر، لما هنلاقيه قليل وجينا نسحب والنسبه بتاعته قليله، يبقى ده بنسميه فولس، يعني ده غير حقيقي. يعني احنا متلازمه ديك يبقى في ديفكت حصل، ان الهرمون اللي احنا اديناه دوت عشان يعمل نضوج للبويض عشان نقدر نسحبها اللي بنسميها الحقنه التفجيريه، للاسف ما وصلش للبويضه. يبقى احنا البويضه ما وصلش ليه؟ اسبابه كتير هنقولها دلوقتي كلها بقى. ما وصلش، ما هي دي بقى احنا اديت حقنه للست. احنا بنفرق بقى بين الترو والفولس. في اول حاجه ان احنا بنشوف الاتش سي جي. تمام، الاتش سي جي دوت موجود، يبقى موجود المفروض وصل البويضه وما سحبناش، يبقى ده ترو، ده حقيقي. فولس ان هو مش موجود او نسبته قليله جدا، خلاص يبقى ده المفروض ان هو يتاخد مظبوط. يبقى احنا الست ديك احنا ظلمناها وقلنا عليها انها متلازمه فارغه، وهي كان في خطا حصل ان هو ما وصلش. المساله اشبه، بديكم بس مثال عشان بس تفهموا المساله، عامله زي ما حضرتك يكون عندك مثلا راجل بتشتغل في حته، فبعت الواد الصبي بتاعك بجد يروح يجيب لك اكل بالبيت، هينادي على روح يا ابني نادي على الحاجه قول لها ابعتي الاكل مع الايه؟ مع الواد. الواد راح وبعدين رجع لك قال لك ده ما فيش حد اداني اكل، فارغه الدنيا خلاص، الدنيا فارغه اهي، في كاميرا بتصور. انت رحت جايب الكاميرا بتاعت البيت اللي مصوره قدام البيت، لقيت الواد جه نادى فعلا حد بص وما عبروش. لا يبقى الواد مش كذاب، انا اديت الواد التفجيري ده، الواد بعته وجبت الكاميرا شفته قدام الكاميرا، لكن لو جبت الكاميرا ما لقيتش اساسا واد، يبقى الواد ايه؟ بيشتغل، يبقى الواد كذاب، يبقى ده فولس بقى، ده الواد ده كاذب، انه لم يصل الى هدفه اللي المفروض يروح. ضربت مثل ووضح الصوره خالص، يغني عن اي كلام. لا يا باشا، لا عشان بس يعني الحته دي اصلا جميله قوي وحته مهمه، احنا ماشيين معاك حته بحته. تمام، احنا كده فهمنا الفرق بين ايه؟ الحقيقي واللي مفيش مستوى. هنيجي بقى في حاجه اسمها بوردر لاين اللي هو بين البنين، يعني ايه؟ هو ولا هو فولس ولا هو حقيقي. ده بيحصل في حالات ايه؟ حالات ان احنا السيده عندها بويضات كويسه جدا جدا، وخدنا الحقنه وسحبنا البويضات، اتسحب وطلع معانا بويضات بس كل البويضات غير ناضجه،
يعني احنا عندنا مثلا 20 فوليكل سحبناهم كلهم غير ناضجه، ما فيش ولا بويضه وصلت للنضوج. احنا المفروض البويضات لما بنسحبها في المعمل بنبص عليها بالميكروسكوب بنقسمها في الام 2 اللي هي الماتيور فوليكل اللي هي البويضه الناضجه اللي احنا ممكن نعمل معاها الحقن المجهري، دي بتوقف عند الميتافيز 2 في الايه في الديفيجن بتاع الميوزيس اللي هي في الانقسام الميوزي، يعني دي اللي هي الام 2 دي اللي هي البويضه الصالحه للاخصاب اللي هي المفروض انها تطلع يا دكتور ايمن مع الحقن المجهري. لكن اما نلاقي بقى كله ام 1 او جيرمينال فيزيكل، ام 1 ديك عباره عن بويضه بس وقف الانقسام بتاعها ما كملش غير صالحه للحقن المجهري، او جيرمينال فيزيكل دي في الاول خالص ما حصلش انقسام، فما نيجي نسحب نلاقي كل البويضات كل البويضه ما فيش ولا واحده ناضجه، ده بنسميه بوردر لاين امتي فوليكل سيندروم. يبقى احنا كده عرفنا ان في ثلاث انواع من الايه من الامتي فوليكل سيندروم، الترو اللي هو الحقيقي، وعندنا الفولس اللي هو الواهم او الخادع ده نتيجه ديفكت موجود وهنعرفه، او الثالثه اللي هي البوردر لاين اللي هو ان احنا سحبنا او طلع بويضات بس كلها غير صالحه للحقن. دي اما السيده تخرج وتقول اه سحبوا البويضات وقالوا كلها غير صالحه للحقن، ده بوردر لاين امتي فوليكل سيندروم. تمام. ايه بقى يعني نكمل احنا دلوقتي قلنا الاحتمالات بالنسبه بقى برغم ان هي نسبته قليله، ده الكلام بقى اللي كنت بقوله يا دكتور ايمن في الاول ان احنا الحقن المجهري زاد قوي. دي حاجه نسبتها يا دكتور ايمن من نص لغايه 3.5%، ده بالنسبه التروب الفولسوب كله. في بعض الريسورس بيقول ان هي ممكن توصل لغايه 7% من نص لغايه 7%، ده اما هم بيزودوا في بعض الحاجات مثلا ايه بيدخلوا فيها البور اوفيريان ريزيرف، بيدخلوا فيها البريماتور اوفيوليشن، بيدخلوا فيها حاجات فبيزيد النسبه معاهم. فاحنا النسبه بتاعتها قليله، الترو نسبته اقل من 1%، فاحنا النسبه القليله دي بدات تظهر ليه؟ لما حصل ماجنيفيكيشن، لما حصل حقن مجهري كتير قوي، فبالتالي ظهرت المشكله دي وبقت ظاهره وواضحه جدا. النسبه دي هي برضو عند بعض السيدات اللي هي حصل لها مره امتي فوليكل سندروم هتحصل لها تاني بنسبه 20%، بس هي عندها احتمال 80% يطلع بعد كده بويضات حلوه بدون اي تغيير في اي حاجه وبدون اي علاج وبدون ناخد اي بركوشنز ولا اي حاجه، فحاجه مش وحشه. بس بقى في السيدات اللي هم فوق سن ال 40 سنه لما يحصل لها امتي فوليكل سندروم يعني متلازمه الاكياس الفاضيه او البويضات الفارغه، نيجي نعمل لها تاني الحقن المجهري هيبقى عندها نسبه من 50-60% انها تطلع فاضيه. فطبعا موضوع عامل السن ده دكتور ايمن ده اللي احنا دايما بناكد عليه في كل حاجه، الستات ياخدوا بالهم ما ينسوش نفسهم لان عامل السن دوت حاجه خطره جدا جدا، ما نضيعش الوقت الذهبي بتاعنا اللي احنا ممكن نحمل فيه بسهوله. يبقى احنا كده عرفنا النسبه بتاعتها قليله بس وضحت قوي لما زاد عدد حالات الحقن المجهري. بالنسبه النسبه ديك سواء في الفولس او ترو ملهاش علاقه بالبروتوكول اللي احنا بنعمله، ملهاش علاقه بال اتش سي جي اللي احنا بناخده، ملهاش علاقه باي حاجه خالص، هي موجوده بالنسبه يعني اللي بيستعمل لونج بروتوكول شورت بروتوكول اجنوس انتاجونوس الترا شورت كله ملهاش علاقه بطريقه البروتوكول خالص. ايه الاسباب؟ الاسباب دي مهمه اللي يخلي ست يحصل لها يعني الحكايه اللي احنا حكيناها دي. تمام. احنا عندنا الاسباب هنفرق بين حاجتين، الفولس والترو اللي هو الحقيقي والغير حقيقي. الغير حقيقي طبعا كلها في معظمها اسباب بشريه، يعني احنا عندنا الغير حقيقي اول حاجه احنا الفكره كلها ان الاتش سي جي اللي هي الحقنه التريجرنج اللي هي التفجيريه ما وصلتش للبويضه. اول حاجه ممكن يكون البيشنت احنا كتبنا له الحقنه جاب حقنه غلط وخدها، ما خدش الحقنه اللي احنا كاتبينها. سواء بقى ديفكت منه الصيدلي اداله نوعين من الحقن هو خد دي قبل دي، فطبعا دي مشكله. تاني حاجه ممكن العيان لما بيجي ياخد الحقنه خد الحقنه بيبقى فيها ميه وبودره، راح واخد الميه بس واعتقد ان البودره مش شغاله او واخده. احنا بنقول بنتكلم كلمه بيشنت. تمام. المريضه خدت او الست يعني الست خدت الميه وما خدتش البودره، او جت خدت الميه والبودره مع بعض وجت تحقنهم جزء منها خرج بره، فقلت لك مش مشكله ما انا كنت باخد حقن التنشيط وكان بيقع منها جزء بره. انما الحقنه دي بالذات التركيز بتاعها مهم ومعادها مهم، فما ينفعش. فهي تقول لك طب ما انا كنت باخد كده والدنيا مشيت حلو فجزء طلع، طب دي مشكله برضه، يبقى احنا كده قللنا الجرعه. او بعض السيدات اللي هم بيبقوا بيز وعملوا عمليات وخسوا جامد وياخدها تحت الجلد، الجلد بيبقى ريدندنت فبالتالي ما نيجي نديها ما بتوصلش كويس، الجلد بيبقى عنده ترهل. ترهل ترهل بالظبط، ما يوصلش للدم، ما يوصلش. فكده برضه دي من العوامل
العوامل اللي هي تخلي ان النسبه بتاعه الحقنه ما بتوصلش. برضو ممكن نقول ان احنا في بعض الاحيان الحفظ بتاع الحقنه نفسه مش مظبوط، يعني هي المفروض بيبقى لها درجه حراره معينه محفوظه فيها، العينه خدتها ومشيت في الشمس فتره طويله، الثلاجه كانت الكهرباء قطعت ودرجه الحراره ما بقتش مظبوطه، فبالتالي يبقى احنا خدنا حاجه مش مظبوطه. فدي كلها عوامل خاصه بالعينه نفسها انها تاخدها. او بالنسبه للتايمنج يا دكتور ايمن، يعني احنا بنقول العينه هتاخدي الحقنه الساعه كذا عشان نسحب بويضه 36 ساعه بالظبط نكون بنسحب، او قبلها بساعه العيانه اهملت او قالت لك ده انا هنام بدري طب هاخد الحقنه بقى وايه وربنا يسقفش، فلازم احنا بناكد على العيانه ونقول لها لازم الحقنه تتاخد في ميعاد ثابت. عشان كده دكتور ما تزعلش من العيانين بيقعدوا يصوروا العلاج ويبعتوا لنا على الواتس ويسالوا ويتصلوا بتاع، لا العيانه دي حريصه ولازم تعمل كده عشان ما تاخدش حاجه غلط. تجيب الحقنه وشكه فيها تقول لك طب انا هاخد البودره ولا الميه، لا العيانه لازم تبقى ان كونكشن مع الدكتور بتاعها لازم تسال وتستفسر جدا، لان الحاجات دي بتضيع مجهود كبير جدا جدا ونخش في مشكله ملهاش لازم. احنا صرفنا فلوس وقت وضيعنا وبعدين ضغط نفسي وفي الاخر يطلع عشان خطا بسيط ممكن يتصلح، فده مهم جدا جدا ان احنا ايه بناخد بالنا منه. بنيجي برضو لبعض الشركات في بعض الباتشز بتاع الادويه بيبقى الكونسنتريشن بتاعها مش مظبوط قوي، فبالتالي دي برضو تركيز تركيز ما بيبقاش مظبوط تركيز مش اكيوريت قوي فعشان كده عيب تصنيع بقى عيب تصنيع. دي برضو جزء شيء وارد طبعا واحنا بناخد بالنا منها في الاحتياطات بتاعتنا. عشان كده مثلا ما بنيجي ندي الحقن مثلا ايه الاتش سي جي ممكن ندي بتاع شركتين مختلفتين، لو دي طلعت مش مظبوطه دي هتطلع مظبوطه، فايه برضو الى حد كبير بتساعد معانا. دي الحاجات اللي هي العوامل البشريه السهله اللي احنا بنتكلم عليها. هنيجي بقى في اتنين عاملين تانيين دول ما همش داخل البيشنت ولا حاجه، بس دي حاجات نادره قوي يا دكتور ايمن. يعني في بعض العيانين الجرعه بتاعت الاتش سي جي بتاعتهم يعني احنا بندي عاده 10000 وحده، دول ما بيستجيبوش ال 10000 بيحتاجوا 20000 وحده. دي بيبقى ايه نتيجه عندها الميتابوليزم بتاعها عالي بيحصل تكسير عالي، فهي طبيعه البويضه عندها لازم تحتاج 20000 وحده، فدي برضو من العوامل اللي هي تؤدي ان احنا نسحب بويضات ما نلاقيش. بنيجي برضو بالنسبه في حاجه ثانيه، في بعض العيانين احنا بنقول ان احنا بنسحب خلال 36 ساعه، يعني قبل 36 ساعه بايه بساعه او حاجه، في بعض العيانين ما يحصلش ماتيوريشن غير على 40 ساعه، برضه دي حاجات individual variation بس حاجات قليله جدا جدا. دي الاسباب اللي هي كلها بتاعه الفولس امتي فوليكل سندروم اللي هو الكاذب او الخادع اللي هو ايه مش حقيقي يعني. الحقيقي بقى. الحقيقي بقى الحقيقي يعني معناها انه الشركه مظبوطه، الدواء مظبوط، وصل للدم بكميته المظبوطه، عدينا كل العيوب دي، مفيش مشكله خالص في امتصاصه، اسناه لقيناه مظبوط في الدم. العيب بقى هنا مش فيا، ده العيب في اللي انا رايح له بقى. تمام ده كلام مظبوط يا دكتور ايمن. العيب هنا هو موستلي معظم تبقى جينيتكس، عيوب جينيه اول حاجه بيبقى في عندنا بريماتيور اتريزيا اوف فوليكلز، اتروفي الفوليكلز، يعني احنا البويضه بيحصل ضمور في البويضه بدري. دي حاجه تبع الجينات ما حدش عارف يعمل لها حاجه، يعني البويضه بتاع السيده ديك المفروض بتبدا تنضج لا بيحصل ضمور فيها خلاص، دي جينيتكس مش هنعرف نعمل لها حاجه. في عندنا برضو ابنورمال ديفلوبمنت وماتيوريشن للفوليكل، يعني البويضه لما بتيجي تبدا تنمو وتنضج ما بتنضجش مظبوط وما بتنموش النمو الطبيعي بتاعها، ده عيب في برضو في البويضه وفي المبيض، دي حاجه ترو وموجوده ما نقدرش نعمل لها حاجه. ساعات بيبقى في ابنورمالتيز في السيلز اللي هي جرانيولوزا سيلز، الخلايا اللي بتبقى محوطه البويضه ديك في المبيض بتبقى عامل مساعد معاها، سواء المستقبلات اللي فيها، سواء الاتصال اللي هي بيعمل كونكشن للبويضه بالول بتاعها اللي هو بيوصل البويضه بالجدار بتاعها، دي كلها عوامل متفاعله مع بعضها. لو الخلايا دي فيها عيب برضه هيؤدي للمشكله ديك، وممكن يكون الخلايا دي نفسها الريسبتورز اللي فيها المستقبلات اللي فيها اللي بتستقبل اتش سي جي ديك مش موجوده برضه خلاص، يبقى احنا وصل وكل حاجه بس للاسف ما فيش استجابه. لا العيب في الفيشه بقى، انا كهرباء موجوده بس للاسف وبحط الفيشه بتاع في الكوبس فيشه سليمه بحطها في الكوبس، كوبس فيه مشكله ما بيخشش ما بيوصلش فيه. ما بيوصلش، اسمها اند اورجان انريسبونسيفنس، صح كده؟ كلام تمام تمام مظبوط. وممكن يكون عندنا احنا المفروض البويضه ديك موجوده في الحويصله، المفروض بنوصل لمرحله اللي هي نسحب البويضه بتبقى ماسكه في ستوك، يعني ايه في حته جزء كده ماسك البويضه في جدار الحويصله، المفروض بنيجي نسحب بتتشفط وبتطلع معانا، لكن للاسف ساعات بيبقى الكونكشن ده جامد جدا ما ينفعش يتفك.
فبالتالي نسحب ونغسل ونحقن سوائل وبتاع ما بتطلعش برضو خالص، ده سبب من الاسباب. نيجي بقى في سببين تانيين دخلوهم برضو من ضمن الاسباب، الاوبيزيتي السمنه. قالوا ان السمنه دي ممكن تكون سبب كبير برضو في حالات اللي هي الترو، في حالات البويضات الفارغه الحقيقي السمنه. وقالوا الاندوميتريوزس البطاله المهاجره ممكن تبقى سبب في حالات برضو البويضات الفارغه الحقيقي البطاله المهاجره. قالوا برضو الكلام ده الكلام العلمي اللي هو موجود بقى على مستوى العالم كله، قالوا ان ليها دخل. واخر حاجه برضو قالوا دكتور ايمن ان البور اوفيريان ريزيرف اللي هو المخزون المبيض القليل ده من الحاجات اللي هي تؤدي لترو امتي فوليكل سندروم اللي هو الحقيقي. عشان كده الاوفيريان ريزيرف ده بيبان ان احنا نعمل اف اتش اتش، بنعمل اي 2، بنعمل بروجسترون اللي هو الهرمونز برضو ممكن يبان فيها. عشان كده العيانين برضو ما يزعلوش اما الدكتور بيطلب منهم تحاليل قبل سحب البويضات عشان يطمن هو اما هيسحب هيلاقي الدنيا كويسه. ده الاي 2 ده المفروض ان هو بيبقى من 800 لغايه 1500 بيكو جرام برملي. ده اللي هي النسبه الطبيعيه، ما بنلاقيه قليل بنقول للعيان ديك قبل ما نسحب بلاش نسحب الشهر ده ونكنسل السايكل، لان ايه احتماليه كبيره جدا مش هيطلع فيها بويضات. فدي بالنسبه للاسباب سواء الحقيقي او الفولس الامتي فوليكل الكاذب. نورت وشرفت وابدعت الى درجه يعني اذهلتني الحقيقه. حضرتك بسطت المعلومات للمشاهدين يا باشا. انا بسطت ايه يا باشا؟ انا لا بفهمه وبشرحه. لا انت شرحت لي حاجه النهارده مهمه قوي، وخلينا نقول ان واحده من حاجات الغيبه عننا في الاحلام المنطقه دي، منطقه البويضات الفارغه او متلازمه البويضات الفارغه او الامتي فوليكل سندروم. حتى الطلبه لما بيسالوا فيها في الامتحان بينزل عليهم سهم. لا دي ام دي بقى يا دكتور. دكتور هي طبعا ده سؤال لاول الدفعه او للام دي. نورت وشرفت كالعاده، اللقاء معك ممتع للغايه، لقاء اكاديمي من طراز رفيع. دايما يعني الدكتور محمد بيه بيشرح لنا دايما باسلوب الاكاديمي، ده شيء بيمتعني جدا، واحده واحده زي ما الكتاب بيقول. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب، استشاري الحقل المجاري وعلاج تاخر الانجاب وجراحات المناظير والتجميل النسائي، العضو المشارك بكليه الملكيه للاطباء النساء والتوليد بانجلترا، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا. فالدكتور نورت الدكتور وشكرا لك دكتور ايمن. خليكم شكرا مع دكتور. التعليم والثقافة الجنسية حق من حقوق الإنسان في مرحلة البلوغ، وكمان مراقبة تطور نمو جسمه والتغيرات الجنسية اللي بتحصل له في سن المراهقة. فيما يخص الذكور بيدرج الأطباء عدد من الظواهر غير الطبيعية أو الأعراض المرضية اللي بتستوجب مراجعة الطبيب عند ملاحظتها على أبنائنا. تأخر علامات البلوغ بعد سن الـ15 زي تغير نبرة الصوت وظهور الشعر في الوجه ومناطق العانة وتحت الإبط، وتغيير حجم العضو الذكري والخصيتين، ألم متكرر في الخصيتين، تورم مصحوب بألم شديد في الخصية، غياب الانتصاب الصباحي، تضخم في الثدي، حرقان شديد أو ألم أثناء التبول أو القذف. الأعراض دي أو واحدة منها إذا ظهرت على الشاب في مرحلة البلوغ بتستوجب اللجوء المبكر لطبيب الذكورة. أهلا بكم، ونحن نتكلم عن تأثر القدرة الجنسية عند الرجل في أشياء ثابتة، في أمراض ثابتة، قصص محفوظة عبر التاريخ من تأثير أمراض معينة على القدرة الجنسية، السكر، الضغط غير المعالج أو دي اس، أمراض معينة، التهابات الأعصاب الطرفية، كل ده إحنا عارفينه. لكن في الفترة الأخيرة في ظاهرة حامل كانية خطرة جدا جدا زودت المشكلة وخلت في فعلا نسبة كبيرة من الرجال يقعون في هذه المصيدة، مصيدة الضعف. من ضمنها مثلا على سبيل المثال السجائر الإلكترونية، السجائر عموما، بس السجائر الإلكترونية ليه؟ لأنها لا تقل ضررا إن لم تزيد عن السجائر العادية، دي حاجة لازم تحطوها في الاعتبار. على سبيل المثال قلب اليوم، السهر بالليل والنوم بالنهار، الإجهاد المبالغ فيه، عدم ممارسة الرياضة كمان المهم، عدم ممارسه الرياضه دي وحط لي تحتها 500 خط. يعني في ناس كتير قوي تقول لي عدم ممارسه الرياضه وتسكت. الراجل اللي ما يمارسش الرياضه يا جماعه بانتظام، والرياضه يعني رياضه حركيه، ما اروحش الجيم واقعد اشيل حديد بس، او ادخل الجيم واجيب منتجات تنيل الدنيا اكتر،
لا، الرياضة حركية يعني أجري، أجري، ألعب كورة، ألعب سلة، ألعب طايرة، ألعب تنس، أجري. الجري مهم جدا، كل ده ساعات يفقد خلاص، مفيش، وبالتالي يحتاج الإنسان إلى تدخلات. التدخلات بقى كلمة مخيفة عند كل الناس. لما تقول لحد تعالى نعمل لك تدخل جراحي عشان وصلنا إلى مرحلة من الريكتايل ديسفانكشن تحتاج إلى تدخل جراحي، الراجل هيخاف، هيخاف، يقول لك تعمل لي جراحة؟ إيه الجراحة؟ جراحة تعامات؟ لا لا لا، دي جراحة يا عم، وخصوصا لو كان مريض بالأمراض اللي احنا قلناها، لأنه جراحة تتنافى تنافيا كبيرا مع بعض الأمراض. واحد يقول لك أنا سكر، لا ده التئام جرح هيحصل فيه مشكلة، الضغط والنزيف والتجلط ومش عارف إيه، وباخد أدوية بتاعت القلب. كل ده هنحطه النهاردة على طاولة الحوار المهمة جدا جدا جدا، إزاي نحل مشكلة بالفعل كل من يتحدث فيها له منتهى التقدير، اللي هو خايف يعمل جراحة لأنه عنده مشاكل طبية فعلا تقلق في موضوع الجراحات. تعالوا نفهم الحلول هتكون ايه مع ضيفايا العزيزين مبدعين دائما، ودايما بستمتع بالحوار العلمي معهما، كلاهما اسم علمي قدير متميز اكاديمي على مستوى رائع جدا جدا، اداء جراحي وتناغم غير عادي، فريق جراحي كبير في عالم جراحات الذكوره. ضيفايا العزيزين النهارده طبعا الاستاذ دكتور محمد هنداوي، استاذ جراحات المسالك البوليه واورام الذكور وامراض الذكوره وامراض الضعف الجنسي، صاحب الزماله الاوروبيه للصحه الجنسيه والبورد الامريكي للمسالك البوليه. اهلا بيك يا دكتور هنداوي، منورني. اهلا وسهلا، واهلا بالساده المشاهدين. وضيفي العزيز الاستاذ الدكتور ياسر بدران، استاذ جراحات المسالك البوليه والضعف الجنسي، صاحب الزماله الاوروبيه للصحه الجنسيه ودبلوم جراحات نظير من ستراسبورغ الفرنسيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك دكتور عين، منورني وسعيد جدا بهذه الزياره الجميله. ميرسي. هبدا الاول مع دكتور هنداوي في كلمه مهمه جدا انا قلت او نوهت عنها، انه مريض السكر، مريض الضغط سيكون خائف من جراحه، وهنا ظهر مصطلح الجراحات الدقيقه او جراحات محدوده التدخل. لا كلمني بقى عن الموضوع. هو احنا يعني لو لاحظنا تقدم العلوم في الجراحية كله بيدور على المينيتشر اوف سيرجري، ازاي نخلي الجراحة المرعبة الغول بتاع زمان لا جراحة صغيرة مقبولة حاجة بسيطة. اكبر مثال واوضح مثال ومحدش يختلف عليه، لو عندنا مريض عنده كاردياك اسكيميا او قصور في الشريان التاجي، كان حله زمان اللي هو جراحات الكبج او تغيير شرايين القلب، ان هو يفتح شق الصدر ويحط القلب على مكنة القلب الصناعي ويفضل في عملية 5-6 ساعات عشان يغير شرايين القلب. الموضوع ده يكاد ينعدم دلوقتي بالتدخل بواسطة القسطرة القلبية وتركيب دعامات القلب. ده مثال واضح وصريح ويخلي الناس تفهم يعني ايه المينيمالي انفيزيف سيرجري. دلوقتي احنا بنتكلم ازاي نابلاي او ننقل جراحاتنا احنا بتاعه الذكوره هذه النقله، لان الاول كانت الناس تسمع جراحه الدعامه هتقول ده جراحه كبيره وهيجي يفتح القضيب من النص يشقه نصين علشان يحط الدعامات في داخل الجسم الكهفي، يترتب عليها جرح كبير يقعد يغير على الجرح 14-15 يوم ما يقدرش يستحمى، النقاهة بتطول ومحتاج يزور الدكتور وشغلانة يمكن كبيرة شوية. لما ابتدينا ننقل هذه النقلة بهذا الفهم بتاع المينيمالي انفيزيف سيرجري، لا الأمور اختلفت تماما، وابتدينا نتكلم على جرح صغير في كيس الصفر لا يتعدى عقلة الأصبع لتركيب الدعامات اللي هي قصة نص ساعة يرتاح بعدها 2 ساعة في المستشفى وبعدين يروح بيته وينسى إنه هو عمل عملية. ده يمكن أقرب مثال وأوضح حاجة نوضح بيها يعني إيه مينيمالي انفيزيف سيرجري أو جراحات ضيقة أو محدودة التدخل في موضوع الضعف الجنسي. هسأل برضو السؤال بشكل تاني لأنه الناس دلوقتي هتقعد تفكر إيه الفرق بين الجراحة التقليدية العادية الكلاسيكية وبين الجراحات المحدودة التدخل. تقريبا للمفاهيم، اللي كان عنده مرارة زمان كان بيعمل جرح جراحي، فتح جراحي لاستئصال المرارة. مع تدخل المينيمال انفيزيف سيرجري المناظير بدأ المريض يعمل المرارة عن طريق المنظار وفي نفس اليوم يقدر يخرج من المستشفى.
في نفس اليوم يقدر يمارس حياته الطبيعية، في نفس اليوم يقدر ياكل ويشرب ومفيش أدنى مشكلة، مفيش درنقة والأمور ماشية طبيعية جدا وكأنه ما عملش عملية. هو إحنا بدأنا نطبق المينيمال إنفيزيف سيرجي، الجراحات طفيفة التوغل في زرع الدعامات. بمعنى إحنا بنعمل جرح صغير جدا عرضي في كيس الصفن لا يتعدى 1 سنتيمتر بدون قطع الأنسجة اللي موجودة بالداخل. إحنا بنعمل فقط إزاحة للأنسجة وبنقدر نعمل قطع بسيط في التيونيكا البوجينيا عشان نقدر نزرع منها الدعام. في المرحلة دي كل ما قل الجرح كل ما قل الألم، الألم أقل. كل ما قل الألم كل ما كاتيكولامينز اللي بتفرز من الجسم أقل. كل ما حصل التئام أسرع، كل ما الألم يخف أسرع والجرح والمريض يعود لحياته الطبيعية أسرع. هو ده اللي احنا بنعمله. الفكرة كلها مش ازاي نعالج الألم اللي بيحدث بعد الجراحة او تأخير التئام الجرح بعد الجراحة، لا احنا ازاي من البداية ما يبقاش في ألم، اللي هو الجرح صغير جدا، جرح عرضي من كيس الصفن بعيد عن العضو، سريع الالتئام، بعد 24 ساعة نقدر نشيل الغيار، نقدر نستحمى بماء وصابون بعد 24 ساعة ويقدر المريض يمارس حياته الطبيعية عادي. اكتشفنا كمان ان موضوع التحوير العصبي اللي هو قفل المسارات العصبية الحسية لعدم الإحساس بالألم أثناء العملية، ده بيدينا أكتر من 5 أيام بدون إحساس ألم على الإطلاق، وده بيخلي ان الكاتيكولامينز أو الهرمونات الكاتيكولامينية ما تتفرز بصورة كبيرة، فيبدأ الجرح يلتئم بسرعة والمريض يقدر يمارس حياته الطبيعية أسرع وأسرع، بدل ما نقعد ندي المريض كل شوية مسكنات ممكن تؤثر على الكلى أو تؤثر على المعدة. المريض بالفعل ما بيحتاجش مسكنات بعد العملية نتيجة حاجتين، إن إحنا بنعمل جرح صغير وبنعمل ما يسمى بالتحوير العصبي، وده اللي إحنا بنسميه جراحة طفيفة التوغل أو مينيمال إنفيزيف تكنيك. تكنيك. السؤال، متى يحتاج المريض أساساً إلى تركيب دعامة؟ متى نقول أنه بالفعل ليس هناك حل له طبي غير الدعامة؟ شوف حضرتك، هو ببساطة المريض الذي يحتاج إلى دعامة هو واحد من 2، واحد ما يقدرش يتناول أدوية، هو حله في الأدوية، وإذا أخذ الأدوية الأمور هتصير طبيعية، لكن هو هناك مانع يمنعه من تناول الأدوية. النوع الثاني اللي هو إذا أخذ الأدوية لا تجدي معه نفعا، يعني هو ممكن ياخد أدوية لكن مش هيستفيد منها. النوع الأول زي بعض مرضى القلب اللي عنده ضيق في الشرايين التاجية وبياخد النيتروماك أو المنتجات الموسعة للشرايين، بعض مرضى صمامات القلب، بعض مرضى الضغط الغير مستقر، الزفحة الصدرية، تصلب الشرايين النهائي إذا كان وصل لمراحل يعني متأخرة، الفشل الكلوي، وبعض أمراض الكبد، وبعض أمراض العين زي الريتينايتس بيجمنتوزا. النوع الثاني اللي هو إذا أخذ الأدوية لا يستفيد، وده أشهر مثال لهم اللي هو التسرب الوريدي. مريض التسرب الوريدي إذا أخذ أدوية تؤدي إلى ضخ الدم بصورة كبيرة في القضيب لكن لا يؤدي إلى وجود صلابة، يعني يحصل انجورجمنت أو يمتلئ القضيب بالدم ولكن بدون صلابة، لا مهما أخذ أدوية لا يستفيد منها. المرضى اللي عندهم مرض بيروني مهما أخذ أدوية لأن القضيب نفسه متليف فلا يستفيد. المرضى اللي عندهم مشاكل في أعصاب القضيب برضه لا يستفيد. مريض السكر النهائي اللي عنده التهاب في الأعصاب الطرفية مهما أخذ أدوية لا يستفيد. بعض المرضى اللي أصبح الوقت المجموعة دي كتيرة مش قليلة اللي عملوا جراحات راديكالية، يعني استئصال جذري للبروستاتا أو استئصال جذري للمثانة، الجراحات القديمة، الجراحات القديمة أو في الحوض في الأورام. بعض المرضى اللي تلقوا علاج إشعاعي أو علاج كيماوي دول يفقدوا القدرة على الانتصاب حتى إذا تناولوا أدوية برضو الأدوية لا تجدي معهم نفعا، إضافة إلى بعض الأمراض العادية اللي هي زي السمنة المفرطة، زي ارتفاع ضغط الدم، زي عدم ممارسة الرياضة بشكل كبير وكبر السن، كل دول ممكن ياخدوا الأدوية لكن لا يستفيدوا منها. يبقى احنا نقدر نجمل الموضوع، هم نوعين من الناس، واحد إذا أخذ الأدوية لا يستفيد والتاني هو أصلا ممنوع من الأدوية. بكل بساطة هم دول اللي هم محتاجين ان احنا نفكر معاهم في موضوع الدعامة كحل نهائي وآمن وديورابل، يعني يستمر معاهم مدى الحياة. التعبير اللي هقوله ده هل تعبير دقيق ولا لا؟ تعبير الدعامة المثالي
مش عارف يعني احنا من ناحيه الطبيه نقول ايه ايديال مثلا، احنا كلمه في الانجليزيه تبقى حلوه، البرفكشنستك بروسيسز، الانسب المور سوتابل فيتد، يعني لما اقول الدعاء اصل المثاليه دي في اللغه العربيه كلمه يعني ما كبير. بتتقالش لا ما بتتقالش على مثلا على دعامه هتتركب يعني المثاليه بتتقال على معاني تانية في اللغه العربيه. لكن خلينا نقول نقربها للناس برضو الدعامه المثاليه، نقول الدعامه الانسب ويتش فور ويتش. يعني الحقيقه احنا بيجي لنا ناس نقدر نقول لهم الدعامه المرنه او الدعامه الهيدروليكيه، الاثنين هيحققوا لكم قدره كامله في اقامه علاقه زوجيه مرضيه ليك وللطرف الاخر. ولكن في بعض المرضى بنقول لهم بنرشح لهم الدعامه الهيدروليكيه ذو ثلاث قطع. المرضى دول مثال اللي عندهم بيروني، دول افضل لهم الحقيقه الدعامه الهيدروليكيه ذو ثلاث قطع لسبب بسيط، ان بعد زرع الدعامه البيروني نفسه والتليفات اللي موجوده دي بتذوب او تبقاش موجوده. فاحنا لو زرعنا دعامه مرنه الحقيقه لما التليفات تذوب الدعامه المرنه ما تبقاش فت، او زي ما سيادتك بتقول ما تبقاش فت في اقامه علاقه زوجيه، ولكن الدعامه الهيدروليكيه بيحدث لها تمدد وبتقدر تملى الفراغ اللي سابته البيروني او سابته التليفات والندبات اللي كانت موجوده في العضو، وبدا العضو ياخد شكله الطبيعي كانه لم يصبه بيروني على الاطلاق، ورجع العضو زي الشكل القديم اللي كان بيشوفه وهو شباب. الاعضاء ذو الاحجام الكبيره او الاعضاء ذو الاحجام الصغيره، لان الحقيقه الدعامه الهيدروليكيه ذو ثلاث قطع ليها القدره على الاكسبانشن على التمدد، فالاعضاء الكبيره بتقدر تملى الفراغات اللي موجوده في العضو طولا وعرضا. وطبعا الاعضاء الصغيره بتقدر تدي اكسبانشن او تقدر تدي طول اطول 1.5 سنتيمتر وعرض اكتر 1.5 سنتيمتر. فدي الدعامات الانسب لهؤلاء الناس. لكن في بعض من الرجال نقدر نقول لهم الدعامه الهيدروليكيه او الدعامه المرنه، الاثنين هيقدروا يعطوكم القوة في إقامة علاقة زوجية مرضية ليك وللطرف الآخر. النقطة المهمة كمان إن الدعامة الهيدروليكية هي دعامة تحاكي الطبيعة أكتر من حيث قوة الانتصاب ومن حيث القدرة على الارتخاء الكامل. أما الدعامة المرنة الحقيقة بتدي قوة انتصاب في إقامة علاقة زوجية، وبعد علاقة زوجية بتقدر تخفي الدعامة بقدرتها على الثاني زي ما موجود كده في الصورة. السؤال بقى كلمة جراحة مثالية، دايما المعنى ده هو باللغة البلدي جراحة تمت 100% يا باشا، جراحة اتعملت على أحسن ما يكون. كلمة دي بيقولها المريض مع نفسه حتى في حالات الجراحات النوعية دي من جراحات، إنه ما حصلش مضاعفات ما حصلش. ما مفهوم الجراحة المثالية؟ وهل ده تعبير صحيح ولا تعبير إعلامي؟ لا، تعبير الجراحة المثالية ده تعبير الحقيقة مهم، لأن أنا كمريض أنا بدور على أن أنا أخد كل المكاسب من غير ما أخسر حاجة، وده تفكير سليم. فأنا لما هاجي أعمل جراحة لإصلاح مشكلة زي مشكلة الضعف الجنسي أنا بدور على إيه؟ أنا بدور على أن أنا أعمل حاجة ديورابل هتستمر معايا مدى الحياة. لازم تكون هذه الجراحة يعني سريعة الالتئام، يعني مش هعمل عملية واتوجع منها، لازم تكون هذه الجراحة مخفية، يعني ما اعملش عملية وافضل عايش بيها بوصمة او ندبة او حاجة. فالحقيقة احنا بنقول هي جراحة مخفية، جراحة سريعة برضو، انا ما احبش اقعد كتير في العمليات انا كمريض، انا محتاج ان انا في يوم واحد اخلص الموضوع بتاعي واروح. اللي في المقابل ان انا بعد العمليه مش حابب ان يكون فيه الم، مش حابب ان انا اتردد على الطبيب كتير، مش حابب ان يبقى فيه اي ندبه او اي علامه في مطرح العمليه. لو توفرت هذه الحاجات احنا نقدر نقول هذه جراحه مثاليه، وده اللي احنا قدرنا نوصل له بالجراحه الصغيره او المينيمال انفيزيف، ان احنا نركب الدعامه من جرح صغير في كيس الصفر بالمينيمال ديسكشن. احنا ما بنعملش تشريح كتير في العضو، احنا لما سافرنا بره وشوفنا الناس بيشتغلوا ازاي، لان السفر برضو بيخليك تحتك وتعرف الناس بتفكر ازاي بره. هما الحقيقه لا، ما بيعملوش كده، هما بيعملوا جروح كبيره وبيعملوا ديستكشن او تشريح كتير، وده بيدخل المريض بعد العمليه في ما نسميه الاكيوت فيز رياكشن.
الاكيوت فيز رياكشن اللي هي الاحداث ما بعد الجراحه، ده بيبقى فيها افرازات بروتينيه في الدم بتؤدي الى وجود الم شديد، تؤدي الى تعثر التئام الجروح وزياده فتره النقاهه. لما بعدنا عن الحاجات دي لا قدرنا نحصل زي ما بنقول كده على جراحه مثاليه، في يوم واحد المريض يعمل عمليه، تاني يوم يقدر يمارس حياته الطبيعيه، مش محتاج رعايه خاصه بعد كده، محتاج ان هو بعد كده يمارس الحياه الطبيعيه ويستمر معايا مدى الحياه. اذا في الجراحات كلمه اكيوت فيز رياكشن دي كلمه مؤلمه جدا جدا، وهو عشان كده برضو الطب كله والعلم كله توجه للمينيمال انفيزيف سيرجري اللي هي الجراحات طفيفه التوغل زي اللابروسكوب وهكذا المناظير. بالظبط. الدكتور محمد قال كلمه مهمه جدا ان احنا بالفعل المريض يهمه حاجات مهمه قوي اثناء العمليه وبعد العمليه مباشره، ويهمه بعد او بعد شهر من العمليه اثناء اقامه علاقه زوجيه احساسه واحساس الطرف الاخر اخبارهم ايه، اللي احنا ده بنسميه ساتسفاكشن. يبقى ساتسفاكشن عندنا في نقطتين، درجه الرضا في نقطتين، نقطه بعد العمليه مباشره ونقطه اثناء ممارسه العلاقه الزوجيه اللي هو بعد شهر من العمليه. فهي دي الجراحه المثاليه او العمليه المثاليه. احنا اثناء العمليه لازم نحافظ على الانسجه كما هي عشان الالتئام يبقى سريع جدا وما يبقاش فيه الم، فاحنا الجرح بيبقى صغير جدا، تحوير عصبي عشان ما يبقاش فيه الم، المريض بيقدر يمارس حياته الطبيعيه في نفس اليوم، بيشيل الغيار بعد 24 ساعه ويقدر يستحمى بماء وصابون بعد 24 ساعه او 48 ساعه. فالفكره كلها ده بعد العمليه احنا حققنا رغبات المريض في جرح صغير وجرح مخفي من كيس الصفن وجرح سريع للالتئام وجرح بدون الم مع التحوير العصبي. طيب بعد شهر من إقامة العلاقة الزوجية هل المريض هيحس ان هو عنده دعامات بس ولا هيحس ان دي إقامة علاقة زوجية مرضية للطرف الآخر؟ الحقيقة احنا مع الحفاظ على النسيج الكهفي او زرع الدعامة بجوار النسيج الكهفي والحفاظ على اكبر قدر ممكن من النسيج الكهفي ده قدر يحقق تدفق دم اثناء العلاقة الزوجية، فقدر يحدث النشوة واللذة والعلاقة الزوجية الحميمية كأنها علاقة زوجية طبيعية. فدي برضو نقطة مهمة جدا احنا بنقدر نوفرها للمريض في الجراحة المثالية لزراعة الدعامات. دي واحدة من الصعوبات اللي كانت جد. مزعجة جد. انه المريض خايف جد. خايف من اكيوت فيز رياكشن، خايف صح. من المشاكل ممكن تواجه الجراحة. بالظبط. فاحنا برضو بنطمن المرضى اللي هم بنحافظ لهم على النسيج الكهفي، هل النسيج الكهفي بيتدمر ولا لا؟ احنا لو حافظنا على قدر كبير من النسيج الكهفي مع زرع الدعامه جنب بجوار النسيج الكهفي، في حاجه احنا بنسميها ريجوفينيشن اللي هو اعاده البناء، ودي بتحصل لكل انسان. زي ما اي انسان بيتجرح ايه اللي بيحدث؟ الجرح بيلم، هو بيلم لوحده ولا اسمها اعاده بناء؟ اعاده بناء الجروح واعاده بناء الانسجه بيحدث ايضا مع نسيج الكهفي لو حافظنا على قدر كبير من النسيج الكهفي. وده طبعا بتعتمد من تختلف من مريض لمريض، يعني المريض اللي هو عنده تسرب وريدي هو اعاده بناء عنده اسرع من المريض اللي عنده تصلب في الشرايين وتدفق الدم قليل. المريض اللي ما عندوش سكر اعاده البناء احسن من المريض اللي عنده سكر، المريض الصغير اعاده البناء احسن من المريض الكبير. المريض اللي ما عندوش مشاكل في القلب احسن من اعاده بناء عن طريق المريض اللي عنده مشاكل في القلب، ولذلك اعاده البناء دي بتحدث تقريبا من فترة شهر إلى 3 شهور، وده بيبقى طبعا على حسب مريض، هو عنده قلب، عنده سكر، عنده ضغط، مريض كبير في السن، أو عنده تصلب في الشرايين. وطبعا بس في الآخر كل ما بتحافظ أكتر على النسيج الكهفي كل ما العلاقة الزوجية بتبقى ألطف بكتير وأحسن بكتير من لو ما حافظش على النسيج الكهفي. الدعامة حل النهائي ولا خلاص يعني بمجرد ما زرع المريض الدعامة انقطعت علاقته بالطب ومش هيشوف دكاترة تاني بعد كده؟ هي الحقيقة الدعامة هي حل نهائي وحل جذري وحل ديورابل. المريض زي ما بنقول بعد العملية بيمارس علاقة، مش بنقول علاقة كالطبيعية، لا، المريض يمارس علاقة طبيعية. لأن احنا أغلب المرضى اللي بيقولنا هو بيحصل عنده نوع ما من الانتصاب، يعني بيحصل عنده امتلاء في القضيب لكنه يفتقر إلى الصلابة. الدعامة بتعيد له الصلابة وتحافظ على تدفق الدم، لأن احنا بنحافظ على النسيج الكهفي بقدر الامكان، ان 70% من النسيج الكهفي بيظل موجودا ويمكن ال 30% الباقيه بتنمو بعد كده. المستجد في المجتمع المصري والعربي اللي بيأثر على القدره الجنسيه حاجات لازم نضعها في الاعتبار.
المخدرات بكل انواعها مسكنات الالم تلعب دور خطير جدا في انتشار الضعف الجنسي عند الشباب. والمخدرات اللي بدات تبقى موجوده ومخلقه للاسف وموجوده بنطاق للاسف مخيف جدا في اوساط الرقيه اللي معاها فلوس، الفلوس مع الولاد انا خايف عليهم، انا بجد خايف على العيال الصغيره. انت بترمي للعيال الصغيره خطر داهم اسمه الفلوس، سهل جدا صاحبه طالما في فلوس يضحك عليه ويقول له تعالى نجرب الشيء الفلاني، الشيء الفلاني ده مخدر كذا مش عارف ايه، الواد اتعود بقى مدمن، مدمن خلاص باظت كل حاجه. بالاضافه لحاجات تانيه تبدو هايفه لكنها بتؤثر تاثير ضار جدا. اؤكد ان السجاير بكل انواعها والسجاير الالكترونيه والشيشه، لان في ناس كتير قوي اقول لهم بتدخن يقول لي لا ما بدخنش انا بشرب شيشه بس، فيعني حاجه تجنن. ما الشيشه دي شيء مضر جدا وبيؤدي الى ضعف جنسي زي السجاير، زي السجاير الالكترونيه، الاختراع المخيف ده اللي كمان يعني لسه هنكتشف بيعمل انواع جديده من الكانسر هتبقى في منتهى الخطوره، فخلي بالكم من هذا الكلام. ضيوفي الاعزاء اللي ابهرتوني النهارده ونورتوا منطقه مهمه، والنهارده اتكلمنا في واحده من اهم المناطق اللي الناس عايزه تسمعها، ازاي نواجه الصعوبات وندخ ازاي نعمل ادخال للجراحات محدوده التدخل عشان تخدم قطاع مهم جدا في عالم الجراحه هو جراحه الدعامات. اللي نوروني النهارده الاستاذ الدكتور محمد هنداوي، استاذ جراحات المسالك البوليه وامراض الذكوره والضعف الجنسي، صاحب الزماله الاوروبيه للصحه الجنسيه والبورد الامريكي للمسالك البوليه. نورت يا دكتور هنداوي كالعاده، ابدعت. الله يخليك يا دكتور. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور ياسر بدران، أستاذ جراحات المسالك البولية والضعف الجنسي وصاحب الزمالة الأوروبية للصحة الجنسية ودبلومة جراحات المناظير من ستراسبورغ الفرنسية. نورت يا دكتور ياسر وأبدعت. شكرا دكتور، وشكرا للسادة المشاهدين. أشكركم شكرا جزيلا على هذه الزيارة الجميلة، وخلي بالكم من صحتكم أنتم، أرجوكم صحة الإنسان كنز كبير جدا، صحتك كنز مهم جدا، أرجوك العب رياضة. خليك مع الدكتور. اهلا بكم. هو بلا شك يعني حاجه كوميديه لطيفه ان بنضحك مع بعض يعني، لكن الشخير موضوع مزعج جدا جدا. هي حلت هي تظن انها حلت المشكله، خلي بالكم هو موضوع مزعج للمريض نفسه اللي بيعاني من الشخير ده، نقص اكسجين داخل جسمه فهيعاني معاناه كبيره لما يصحى زي ما هنفهم دلوقتي وهو اثناء نومه، لكن اللي جنبه او اللي في نفس الاوضه هيعاني الى اقصى درجه. هي قاعده الوقت عمال يعدي لو خدت بالكم، وخلاص الموضوع بالنسبه لها هتتجنن، هي نفسها تنام، كل ما تبدا تنام اللي جنبها بيوقظها يعني بيزعجها. فالازعاج بتاع الموضوع للشخص وللقريب للقريب منه ده شيء لازم نقف قدامه ونفكر كتير. لكن في اسئله كتير هتدور حوالين الشهير، هو هل هو رفاهيه؟ لا طبعا مش رفاهيه، دي حاله مرضيه مزعجه جدا. تاثيره ازاي حاصل؟ عامل ايه نقص الاكسجين اللي داخل ده؟ ما هو هنفهم يعني ايه نقص اكسجين، خلايا الجسم كلها تعاني من هذا النقص. ليه مريض الشخير او اللي بيعاني من الشخير بيصحى من النوم مدروخ ومصدع ومش قادر يركز؟ ليه هم اكثر عرضه للحوادث زي ما بعض الكتب وبعض الابحاث موجوده؟ ليه هم عندهم مشاكل عصبيه والنرفزه؟ الناس دي عصبيين وطبعا كتير من البيوت الزوجيه بتتاثر جدا بالموضوع ده، بالموضوع ده بتتاثر بشكل كبير بكل الاحتمالات سواء النفسيه او حتى العضويه. تعالوا النهارده نفهم ونقرب من هذا المعنى المهم جدا. وسؤالي الاول اللي هيطرح نفسه النهارده في الموضوع، مين الناس الاكثر عرضه للشخير؟ ضيفي العزيز الاسم المتميز والقيمه العلميه المتميزه اللي بيمتعني بحواره العلمي الرائع جدا الشيق جدا استاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره وصاحب دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر من كليه الطب جامعه القاهره، زميله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم والجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ زائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم الاسم المتميز. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا دكتور ايمن، نورني. اهلا سعيد بيك. جدا بهذه الزياره الجميله. انا اسعد. سؤالي الاول اللي انا طرحته في المقدمه، مين الناس الاكثر عرضه للشخير؟ شوف حضرتك، كان بقالنا فتره طويله جدا وسنين طويله جدا بنقول ان الناس الاكثر عرضه للشخير هم الناس اصحاب الوزن الزائد، الناس اصحاب الرقبه القصيره الغليظه، الناس اللي عندهم مشاكل في الفك، الناس كبار السن، الرجال اكتر من السيدات. الحقيقه قعدنا فترات طويله جدا وسنين طويله جدا نقول الكلام ده، والكلام ده كان ابحاث، لكن الحقيقه
النهاردة وبعد أكتر من 30 سنة في شغل الشخير من أول سنة 90 وأنا شغال في الشخير وجراحات الشخير، النهاردة الموضوع اختلف تماما. النهاردة بيجي لي ناس شباب صغير 20 سنة و19 سنة و20 سنة و30 سنة، كلهم بيعانوا من الشخير. رفيع بيعاني من الشخير، طويل بيعاني من الشخير، فيري سمارت بيعاني من الشخير، راجل بيعاني من الشخير، ست بيعاني من الشخير، ما سابش حد. لأن النهاردة الشخير مش بس هو بسبب وزن ولا بسبب رقبة ولا بسبب شكل فك مختلف، الشخير النهاردة بقى مشكلة أسبابها أساسا في مجرى التنفس. مجرى التنفس لو في أي مشكلة من سواء من الأنف لغاية الحلق بيحصل، وأي سد فيه سواء بقى عندنا 20-30 سبب، بنبدأ من غضاريف الأنف، بنبدأ من الحاجز الأنفي، اللحميات، والحلق سواء كان ترهل سقف، كل الأسباب دي بتؤدي إلى الشخير، سواء كان مريض الشخير طويل قصير تخين رفيع كبير صغير، ما بقاش عندنا أي شروط لعيان الشخير. حالات كتير جدا أنا عارضها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى صفحتي، كل أنواع كل أشكال الأفراد بيصابوا بالشخير. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، ليه زادت الشكوى منه؟ الشخير زمان من 30 سنة كان لما حتى نشوف يافطة مكتوب عيادة علاج أمراض النوم أو عيادة علاج الشخير، كانت الناس في الوقت ده من 20 سنة كانت تستغرب. دلوقتي بقت شيء موجود، ليه هل زادت الشكوى ولا الحالات زادت؟ زيادة أعداد مرضى الشخير من ضمن أسبابها الميديا، وعلى رأسها دكتور أيمن عاشور وبرنامج الله يخليك. ليه؟ لأن الدكتور أيمن ابتدى يعرض لنا على الميديا ويبين لنا أهمية الشخير ومشاكل الشخير، وطبعا زودت الثقافة وزودت الوعي الطبي عند الناس وعند المرضى، وابتدى العيان بدل ما كان بياخد بال كان بيفتكر ان الشخير ده انا بشخر وعادي وبرجع بشخر عادي، والدنيا كانت فاكرة ان الشخير ده شيء طبيعي، اصبح الشخير مرض وبقى لي علاج. من ضمن اسباب زيادة الشخير هي الـ ضغط العصب الرهيب اللي نحن الناس عايشه فيه، العالم كله عايش فيه سواء كورونا وغير كورونا، والماديات والكلام ده كله، الضغط العصبي والسترس بيعمل لي بيزود الكورتيزون زي ما حضرتك عارف، زياده الكورتيزون والجروث هرمون بتعمل لي مشاكل واضطرابات في النوم، مشاكل واضطرابات في النوم، اضطرابات النوم بتخلي العيان نايم مش مرتاح، بتخلي العيان قلقان، بتلخبط شكل نومه، لخبطه النوم والإرهاق والزهق وكل الكلام ده بيخلي كل عضلة في الجسم ما بتاخدش كفايتها، ما بتاخدش راحتها، ما بتاخدش أكسجينها. ده بيؤدي إلى أن كل عضلات الجسم بتبقى لاكس، بيحصل بيقل المسل تون بتاع العضلات، بيقل المرونة بتاعت العضلة، ويحصل ترهلات، وعلى رأسها الترهلات اللي بتحصل في سقف الحلق واللهاء، ودي من السبب الأساسي أو من ضمن أسباب الشخير. كمان النتائج بتاعت عمليات الشخير النهاردة تحسنت جدا، قاربت 100%. عشان كده عيانين الشخير ومرضى الشخير بقى يقبلوا على العمليات، ليه؟ نتائجها بقت كويسة جدا، إلى جانب الفحوصات، إلى جانب سهولة الفحوصات وسهولة عمليات الشخير، إن العين بيجي للصبح يمشي آخر النهار عامل العملية ومروح ومسافر. على رأس الكلام ده كله كمان التقنيات الحديثة اللي بنستخدمها، وأهم تقنيات النهاردة هي دعامات الأنف. دعامات الأنف النهاردة غيرت لي شكل وغيرت لي الألام اللي كان عيان الأنف والشخير بيشتكي منها. الناس احنا نعرف الفتيل، نعرف حشو الأنف، الدعامة ده شيء برضو يعتبر جديد على أذان المشاهدين. خلينا نرجع سنة وسنتين ورا ما كنا بنستخدم فتيل الأنف وحشو الأنف، الحقيقة دي كانت بتعمل صدمة عصبية للعيان. لو حضرتك تشوف عيان كان حاطط فتيل وعمل عملية، ده منظر عيان عامل عملية في الأنف، والمنظر ده حضرتك بنحشيله مناخيره بتقريبا 50 سنتي من شاش في كل فتحة. تخيل حضرتك المنظر ده لما عيان يخرج بالمنظر ده، منظر غير أدامي خالص. شوف حضرتك المنظر شكله عامل ازاي. العيان كان بيخرج من عندنا، عيان كان بيبقى خارج مخبي وشه عشان مش قادر يوري وشه للناس، إلى جانب الألم، إلى جانب النزيف اللي ممكن يحصل، إلى جانب الصداع، إلى جانب تضخم الأنف نتيجة الفتيل، وكان بيقعد 24 ساعة متعذب.
الحقيقة النهاردة تغير هذا تماما، وعشان نريح عيننا ابتدينا نجيب لهم خصيصا من أمريكا حاجة دعامة الأنف. دعامة الأنف بقت الحقيقة غيرت الفكر بتاع عمليات الشخير وعمليات الأنف. ده شكله الدعامة حضرتك، حاجة سيليكون بلاستيكية لينة جدا. دعامة الأنف دي زي ما حضرتك شايف واخدة شكل الأنف الداخلي. الدعامة دي بتتحط، سواء كان متحط كمان حتى ممكن تتحط من غير بنج خالص، بباخد بنج بسيطة جدا. الدعامة دي العين بيحطها وبيخرج، لا في فتيل ولا في بلاستر ولا في شكل ولا في ألم ولا في صداع. العيان بيخرج بيمشي وهو خارج من عندي، ما بتقاش عارف مين اللي عامل العملية في وسط الناس اللي ماشي. النهاردة الدعامة دي الحقيقة عملت لنا طفرة في شكل الشخير وشكل عمليات الأنف، وإحنا وأنا بسميها سحر العمليات الأنف النهاردة وسحر عمليات الشخير هي الدعامة. الدعامة بتعمل إيه بالظبط؟ عايزين نفهم ميكانيزم الدعامة. ميكانيزم الدعامة هي بالظبط شكلها أو فكرتها إن هي بتدخل الأنف وبتثبت الحاجز الأنفي في الوضع اللي أنا مثبته فيه، لكن الجديد فيها إن هي مفتوحة. فتحة الدعامة دي بتخلي العين يخرج متنفس، وده الفرق الرهيب الشاسع ما بين الفتيل وما بين دعامة الأنف. فالعين بيخرج بيتنفس، العين بيخرج عايز يروح شغله تاني يوم، العين بيخرج بالليل ممكن يخرج يتفسح، محدش عارف ان هو عمل عملية. إلى جانب ان هي ما بتعملش ضغط جوه الأنف زي الفتيل الأنف. حضرتك أنا ما انساش كلمة لأستاذنا كلنا الدكتور هاشم فؤاد طبعا، لما كنا اسطوره الانف والاذن، لما كنا الاسطوره الانسانيه بالظبط. الاستاذ الدكتور هاشم فؤاد ده اسطوره انسانيه عظيمه، ده راجل عظيم بالظبط. يعني ده المفروض، ما اعرفش، المفروض تعمل تماثيل للناس ديت. ده اضاف للانف والاذن، ومش محتاج تمثال، هو لوحده في قلب قلوب كل تلامذته في العالم العربي كله يعني. انا ما انسلوش ابدا لما كنا نواف القصر العيني، وكان بيجي لنا نبطشات بالليل الساعه 2 و3 بالليل، وجينا عيان بينزف ونضطر العين يتكتف وحد يمسكه وينزف من مناخيره بالظبط كده واحط له فتيل انف. كان دايما كلمه شهيره لغايه دلوقتي افتكرها، يقول لنا العيان اللي انت بتحط له فتيل الانف ان ما كانش صوته يجيب كوبري الجامعه واحنا في القصر العيني، اعرف ان الفتيل اللي انت حاطه مش مظبوط. متخيل حضرتك الالم اللي ممكن العيان يتحمله واحنا بنحط الفتيل؟ النهارده الدعامه غيرت الفكر ده تماما، بقت حاجه تانية. الناس بقت يعني اللي عندهم شكوى من الشخير بيتحركوا، سواء هم بيتحركوا نتيجة تداعيات أو أهلهم بيدفعوهم. يعني ساعات الزوجة أو ولاده لو هو يعني أرمل ولا حاجة، أو حتى مراته مش هي كمان بتشخر التحرك هنا من الزوجين أو من أحدهما بيجابهوا أنه ناس عايزة تعمل الجراحة. بس في واقع مهم ان انا لازم اكون ماشي في طريق مظبوط للاستشاره الطبيه، لانه لازم اكون رايح للتخصص زي ما بيقولوا. ففكره التخصص دي مهمه قوي، من ضمن اهداف الثقافه ان احنا نبين للناس يعني ايه تخصص. تخصص جراحات الشخير يا دكتور ايمن تخصص نادر جدا، وتخصص مش عايز اقول صعب، لكن تخصص الخبره فيه الحقيقه زي ما قلت لحضرتك، انا أول عملية شخير عملتها في حياتي سنة 1990، يعني أكتر من 30 سنة في مجال جراحات الشخير. في الفترة دي طبعا لمدة 20 سنة ولا كان في عيان بيتصور، ولا كان في نتائج بنكتبها، ولا كان في ميديا بنعرض عليها حالاتنا، ولا حد كان يعرف حاجة. عشان كده النهاردة لما الميديا ابتدت تبين عيانين الشخير والنتائج عيانين الشخير، زي ما حضرتك بتقول إن الطبيب المتخصص الجراح المتخصص في جراحات الشخير جراح نادر، لان زي ما قلت لحضرتك ان الخبره عايز خبره طويله جدا، 30 سنه خبره. عشان كده الخبره بتاعتنا عشان ننقلها للاجيال اللي بعدينا، لازم اقول لحضرتك ان مش اقل من 200-300 حاله لمريض لطبيب اللي عايز يتخصص في جراحات الشخير، عشان يقول انا ممكن ابتدي حياتي وابتدي اشتغل في جراحات الشخير. الخبرات الشخير خبرات طويله جدا. ليه؟ لان جراحات الشخير ما هيش عمليه واحده، يعني ما ينفعش عيان يجي يقول لي انا عايز اعمل عمليه شخير. عمليه شخير بتعمل في ايه؟ ما فيش حاجه اسمها كده. احنا عندنا اسباب الشخير من اول الانف لغايه الحنجره 30 سبب،
طيب انت انهي فيهم؟ انت انهي واحد في الثلاثين سبب دول؟ هل انت عندك سبب ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة بحيث اقدر اشخصك؟ الى جانب ان التشخيص نفسه النهاردة طبعا بقى سهل جدا نتيجة وجود المناظير. احنا النهاردة بنعمل مناظير والعين صح، بنعمل مناظير والعين نايم في نفس التوقيت. يعني العين اللي بعمل له منظار وما قدرتش اوصل للنتيجة 100% بدخله على طول قط العمليات، في 10 دقايق بديله تخدير بسيط جدا وبنعمل له حاجة اسمها منظار تحت التخدير. النهاردة التقنيات الحديثة سواء كان الكوبليشن او ريدي فريكونسي، الاجهزة الحديثة سهلت لنا جدا موضوع الجراحات الشخير. عشان كده خبرات الشخير، خبرات وطبيب المتخصص في جراحات الشخير طبيب مش سهل. حاجة مهمة جدا كمان، جراحات الشخير الغلطة فيها صعب تصلح. عشان كده اللي بيقدم على طبيب الشخير المتخصص، اللي بيقدم على جراحات الشخير إذا ما كانش متمكن 100% وعارف هو بيعمل إيه، عارف إن الغلطة بتاعته. وحضرتك عارف إن الجراحين لما بيتعمل عملية أو لأن نخش العملية الجراحية المرة التانية بتبقى صعبة جدا. عشان كده في أوروبا الطبيب المتخصص في جراحات الشخير تقريبا ما فيش. ليه؟ لأن في أوروبا تعرف حضرتك طبعا التأمين، وعارف المشاكل لو حصل خطأ طبي كيفية التعامل مع الخطأ الطبي في أوروبا وأمريكا، الدنيا شكلها عامل إزاي. عشان كده الطبيب المتخصص في جراحات الشخير طبيب نادر، وطبيب بيحتاج فترات طويلة جدا من التدريب، ولازم تحت إيد متخصص في جراحات الشخير. عشان كده احنا بنقول إن النتائج بتاعة الشخير ما بتظهرش وما بتتعرفش إلا من المريض نفسه، وبعد ما بتظهر النتائج يقدر يقول إذا كنت هكمل كطبيب متخصص في جراحات الشخير ولا أشوف تخصص تاني. قبل ما نمشي هنسيبكم مع حاجة في العيان مهمة أوي، الهيستوري، الكلام بتاع المريض. كلام المريض أحيانا بيكون مؤثر جدا جدا جدا، فأكيد هنسيبهم بقى يسمعوا كلام المريض ويفهموا. نورتنا وشرفتنا وكالعادة أبهرتنا. الشرف ليا دكتور أيمن، ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور هشام إبراهيم، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، واستشاري علاج العلاج الشخير بجراحات الليزر، وزمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم والجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، والأستاذ زائر بمستشفى رويال كير. نورنا في الدكتور. أهلا بكم. بلا شك أنه إجراء جراحة السمنة قرار مهم جدا من القرارات اللي بتغير مسار الإنسان في حياته، بعد ما كان حياته كلها موجودة في إطار معين من الأكل ثم الأكل ثم الأكل. ساعتك بتصحى بتفكر في الأكل، وسط اليوم أو بعد شوية هنروح الحتة الفلانية عشان ناكل، طبعا نتفسح بالليل، مفيش فسحة، هي الفسحة عبارة عن مكان للأكل، بنروح مكان ناكل فيه. طب واحنا مروحين ايه متعتنا في البيت؟ الاكل. طب واحنا بنتكلم مع بعض والشله بتاعتي بين اختراعاتنا ويعني احنا هنعمل ايه؟ الاكل. في ناس يا جماعه حياتهم دايره في وسط محلات الفاست فود، في وسط محلات، في حسب بقى هو دماغه ايه، فاست فود ولا اكل تاني خطير برضو جدا اتراكتيف جدا، اللي هي المحلات بقى الكباب والكفتة والسجق والكبدة ومش عارف مين بتاع المصرية ومين بتاع السيدة ومين بتاع الحسين مش عايز أقول إعلانات. بعد ده كله دائرة حياتك مختلفة، دائرة حياتك احنا النهاردة عندنا ايه الصبح؟ عندنا كورة. بكرة عندنا ايه؟ عندنا تنس. يوم مش عارف ايه عندنا سباحة، وفي جروب لما مع الدكتور كريم هنتجمع كلنا عشان نشوف وزننا في آخر الأسبوع. ستايل مختلف، أكلي بيشبعني خلاص، ما بقاش فسحتي مع مراتي أو مع أصحابي إن أنا أروح محل أكل، لا ده أنا فسحتي مع أصحابي إن إحنا نلعب كورة، إن إحنا نلعب تنس، إن إحنا نلعب بينج بون. ده شيء مهم جدا. لكن في قصة تانية بس أكيد لازم فيها نسأل سؤال مهم، طب إذا فشلت العملية، إذا رجع الوزن تاني، إذا اضطرت لكلمة تصحيح. ضيف العزيز المبدع دائما في حواره الأستاذ دكتور كريم صبري، هذا هو سؤالي، منورني وسعيد كالعادة باللقاء معك. أهلا وسهلا. لكن حتة صعبة جدا،
حتى لما بقابل النوعية دي من المرضى اللي هو عمل من فترة عملية وجاي وزنه لا كبير ويقول لي الجملة ده انا محتاج ان انا اعمل اعادة اصلاح. انا هسيب لك بقى الميكروفون احكي لي القصة دي من اولها، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ في البداية اسمح لنا احيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا انه عمليات السمنة هي عمليات فعالة جدا في انقاص الوزن، يعني زي عمليات زي تكميم المعدة، تحويل مسار المعدة. التحويل مع التكميم اساسي، تحويل مسار الاثنى عشر، كل دي جراحات هدفها الى انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. ويمكن احنا قلنا ان نجاح العمليه يتعلق بثلاث حاجات قبل كده في حلقات فاتت، ان لازم يكون في جراح محترف حريص ان هو يقدم خدمه طبيه مميزه، بيعمل عمليات اكريديتد تكون يعني في ضمن المنظومه الطبيه المظبوطه، بيختار العمليه المظبوطه للمريض. النمرة الثانية بيتابع العين كويس وبيديله الكتالوج بتاع العملية انت ماشي ازاي، وكمان يبقى في اختيار سيليكشن للمريض، يعني في عيان طبعا شاطر شوية في انه يتابع او يبقى عارف ان هو هيستفيد من العملية، واحيانا في عيان انا بقول له مش هعمل لك عملية. فطبعا في حاجات تتعلق ببرامترز كتيرة يعني، فما تثبتش يعني احنا مش عايزين نثبت ان كل الناس هتنجح وان كل الناس هتفشل، لا، هو في نسب معينه من الناس مع عدم المحافظه هيبتدي يحصل فيه ويت ريجين او رجوع للوزن مره تانية. طيب احنا يمكن في حاجات طبعا قد تكون جراحيه، يعني خليها عندنا احنا في الجراحه الاول وبعد كده نتكلم على الاسباب الثانيه. اسباب جراحيه قد تكون انه انا يعني كجراح لم اجري عمليه كويسه، يعني انا عملت عمليه، ودي لما بندخل في عمليات بنعمل عمليه ثانيه للاصلاح بتبقى واضحه جدا ان دي في قبه معده متسابه ما اتسلكتش اصلا في تكميم مثلا، او نهايه المعده الانترم واسع، او ان المعده اصلا متسابه كابيشيس يعني واسعه، فدي من ضمن الحاجات الجراحيه. احنا يعني عامل عمليه تحويل مسار قد تتعلق بحاجه تزود الوزن وقد تتعلق بحاجات فيها مضاعفات، ما انت لازم عمليه الاصلاح مش لازم رجوع وزن بس، ده هو ربما يكون عنده ما عندوش رجوع وزن بس عنده زياده، عنده حاجة جراحية بيرجع طول الوقت، عنده تويست في المعدة أو التواء، عنده ضيق في المعدة سواء في التكميم أو التحويل، وتستدعي تدخل لإعادة الإصلاح. فدي حاجة يعني جراحية بحتة والعين ملوش فيها دي، يعني هو ما عملش حاجة أن هي تستدعي الجراحة غير أن العملية مش معمولة كويس. في عمليات أصلا من الأصل هي يعني خلاص بطلت وإحنا ما زال بنعملها، زي عملية تلبيس المعدة مثلا وتم تطويرها إلى عملية الفراشة، ما دي عمليات طبعا صعبة خالص ما ينفعش تعمل وإصلاحها في منتهى الصعوبة، يعني فعلا إحنا بناخد مجهود. أنا لو عملت 3-4 عمليات تكميم أو تحويل أسهل لي من أن أنا أعمل عملية تلبيس معدة، محتاجة إصلاح تدبيس المعدة. طبعا عشان نبتدي نصلحها بتحتاج مجهود لأن فيها التصاقات شديدة وفيها حاجات صعبة جدا. يبقى إذن عملية طبعا يعني في عمليات زي الأوميجا لوب احنا قلنا عليها كلمة قبل كده، ان دي عملية نوع من ليست عملية تحويل مسار ولكن ما زالت تتعمل، فدي يعني هو المشكلة في العملية نفسها في نوعية العملية نفسها، او كانت عملية كانت واخدة ضجة زمان زي حزام المعدة لم يعد يستخدم الآن وخلاص ده جسم غريب واعتبرنا ان دي كانت طفرة في زمان خلصت خلاص احنا بنصلحه دلوقتي، فتتعلق بنوعية العملية. كل دي حاجات سواء بالنسبة للجراح أو في نوعية العملية دي كل الحاجات دي تتعلق بالجراح أو نوعية العملية ولا تتعلق بالمريض. طيب أنا بقى لو عملت عملية مظبوطة جدا عند جراح محترف جدا وعملت عملية وعملت أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد ولقيت شكل المعدة كويس ويعني عملية كده جميلة وبنانا شيب وحجم حلو وما فيهاش أي مشاكل ومشيت بدون تعليمات، انا ما يعني عمليه تكميم المعده لها تعليمات معينه، عمليه تحويل المسار لها تعليمات معينه، ما خدتش انا اي تعليمات خالص ولا عملت حاجه. يعني مثلا حاجه بسيطه جدا، عيان عامل تحويل مسار وهو ممنوع من التدخين خالص، ما دخنش بعد تحويل المسار، وحتى لو مدخن شره امسك نفسك شويه لان تحويل المسار الوصله ما بين المعده والامعاء بتبقى يعني الى حد ما سنسيتيف شويه، احيانا بيحصل فيه قرح في الوصله نفسها تستدعي الى يعني تحويل المسار المصغر نقلبه لتحويل مسار معده كلاسيكي، احيانا بيحصل فيها مشاكل بسبب التدخين، ما تدخنش، ما تاخدش مسكنات قويه تستدعي ان انت يحصل لك حموضه جامده، خد ادويه للمعده وقت ما يكون عندك اي مشاكل تستدعي المسكنات. واحد عامل يعني تكميم معده ومش عايز يزيد في الوزن فما تاكلش سكريات كتيره،
خلي وجباتك عاديه، كل اكل البيت العادي، المعادله العاديه في البيت العادي، ولكن لا تسرف في السكريات والشوكولاتات والايس كريم والحاجات اللي فيها طاقه عاليه. ما انت بتتحدى نفسك يعني، هو ده المشكله يعني. دي حاجات تتعلق بطريقه ان احنا نستخدم ده، ناهي حضرتك عن حاجات كثيره يعني في عمليات مختلفه. الـ 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 طبعا حاجات يعني العين نفسه محتاج لايف ستايل، محتاج احنا يمكن عندنا تيمز من الفيزيوثيرابي، وعندنا يمكن ديرماتولوجي، وعندنا ناس بتوع تغذيه علاجيه ونفسيه، ناس بتتابع المرضى ما بعد العمليه، بتعمل خلال 6 شهور. انت كمان ما بعد العمليه انا بهتم جدا يكون في زياره شهريه كل شهر لمده 6 شهور. احنا مش بنعملك حاجه، احنا بنعملك بس يعني بنديك الكتالوج اللي تمشي بيه، كانك خدت كورس تدريبي ازاي تستخدم العمليه بتاعتك. واحد عنده سقوط شعر ما بعد العمليه، انت اكلك عامل ازاي، بتاخد الفيتامينز المطلوبه ولا ما تاخدش، هو دي الحاجات اللي احنا بنقدمها، امشي عليها هتمشي طول حياتك مبسوط وكويس جدا، ما فيش اي مشاكل خالص. سؤال، هل تفترق عمليه اصلاح عن عمليه اصلاح؟ يعني عمليه اصلاح ليها كتالوجات ولا هي بتعتمد على مهاره؟ مهارة الجراح. السؤال ده يعني مهم جدا جدا جدا. يعني الجراح الغير محترف ينقب نفسه خالص عن عمليات اللي هي الإصلاح. عملية الإصلاح محتاجة خبرة عالية جدا، يعني خبرة قوية جدا في جراحات السمنة. عملية الإصلاح ليست لأي حد، عملية الإصلاح من العمليات اللي هي يعني صعبة جدا جدا، والقرار فيها احيانا قد يكون انتر اوبرتيف جوه العمليات. انت مين بقى يساعدك؟ في مفاجآت، انا مش متجوست، وفي يعني في درجات. يعني انت بقول لي بقى انا عايز اعمل اعاده اصلاح لعمليه تحويل مسار معده كلاسيكي، هي ايه السبب فيها؟ يعني عنده ضيق في الوصله يعني، ولا عنده ايه المشاكل اللي عنده تستدعي ان انت تعمل عمليه اصلاح؟ دي مثلا عمليه تحويل مسار معده مصغر. الباوتش احنا بنقول ان هي دي قصيره جدا، المفروض تحويل مسار المعده المصغر تكون لونج نار باوتش طويله. انت بقى ايه القرار الجراحي اللي هتعمله في العيان ده؟ ايه سبب ان انت تدخله عمليات وتعمل له ايه القرار؟ هتقلبه لتحويل مسار معده كلاسيكي وتصغر الباوتش بتاعته. واحد تاني عنده عامل عمليه تحويل مسار معده كلاسيكي، الباوتش بتاعته طويله واسعه، طب ما ده جاستريك ألسر 100% ومش هيخس، لان العمليه دي اصلا ريستريكتيف، قائمه اصلا على تقليل كميه الاكل. يعني اذا دي عملية كانت تدبيس معدة، وكان عندها يعني يمكن كان اللي ضارب فيها الغيار كمان. والله بنت دي كان 17 سنة، كنت عرضتها حتى في مؤتمر طبي كده، ان دي من الحالات الصعبة جدا، تدبيس معدة وكان عندها انسداد، يعني اللي ضارب غيار كان قاصص كمان البيلورس. فدي من العمليات اللي هي كانت صعبة جدا في اصلاحها، عملية تحويل مسار معدة. تدبيس على فكرة عملية منعت، والناس بتتلخبط بينه وبين التكميم، التدبيس شيء يختلف عن التكميم تماما. بالظبط. بالظبط. يجب التنويه برضو ان عملية تدبيس المعدة من علامات اتمنعت خلاص من 2007، فلا يجب عملها. لكن الدبسات الجراحية احنا بنستخدمها في كل انواع الجراحات، حتى جراحات القولون، يعني الدبسات حاجة وجراحة التدبيس حاجة. دلوقتي في الحاجات اللي هي المعتمدة دوليا هي تدبيس تكميم المعدة، المعتمد دوليا هي تكميم المعده، هي تحويل مسار المعده المصغر، تحويل مسار المعده الكلاسيكي، تحويل مسار الاثنى عشر فقط. هنا الحاله دي كانت ايه بقى؟ قصتها ايه؟ دي تدبيس عاديه كانت من الحاجات. تدبيس باتر فلاي، بس كانت متدبسه مرتين، هتلاقي السوتش اون لاين مره فوق ودخل دبسها تاني مره كمان، فعامله زي الفراشه كده. فدي من العمليات الصعبه جدا، بيبقى فيها التصاقات شديده، بيبقى فيها طبعا ان عشان تحكم الفتحه بتاعه التدبيس كانوا بيتحط عليها شبكه تستدعي ان تمنع توسع الوصله ما بين المعدتين، وبالتالي دي بتعمل التصاقات شديده ما بين المعده والكبد، وبتعمل التصاقات في البطن الشديده، تستدعي ان انت بقى تقعد يعني تعملها باحترافيه شديده بحيث ان انت تقدر تستفيد منها. ايه اشهر الاجراءات اللي بتتعمل في اجراء عمليات الاصلاح؟ اعمل بقى تدبيق بتاع ده منظار معده لازم، واشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد، دي بتدينا حاجات. وطبعا لازم حتى اللي يعمل منظار لازم حتى احترافي، يعني هو فاهم داخل على ايه، لانه هناك بعض التخصصات اللي بيقيم لك المعده ما بتكونش عارف انت عايز تبص على ايه. يعني لازم الجراح يكون عارف هو بيعمل منظار، يا اما بنفسه او حد يعمل منظار في التيم بتاعه، عارف هيبص على ايه، لان عايز تشوف في الحجاب الحاجز، عايز تشوف الفتحه ما بين المعده وبعضها قد ايه، في جاستروجاستريك فيستولا، يعني المعده فاتحه على بعضها ولا لا، المسافه اللي ما بين المريء نهايه المريء والفتحه اللي هي ما بين المعدتين قد ايه، دي يمكن تقيم لك الوضع، تقول انا هعمل للعيان ده تحويل مسار معده كلاسيكي لان الباوتش بتاعته صغيره، والعيان ده
فاتح على بعضه يعني الاستوما واسعة وأقدر أعمل تحويل مصور معدة مصغر، اعمل منظار واعمل أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد ترسم لك الخطة بتاعت شكل المعدة وترسم كل المعلومات، اعملها بتاخدها بالمنظار والأشعة اللي هي المقطعية ثلاثية الأبعاد، تعمل لك خريطة بحيث أن تبقى عارف أنت داخل هتعمل إيه. أنا بس عايز أقول حاجة في عملية تدبيس المعدة قبل ما أنسى، عملية تدبيس المعدة ما حدش يعمل بعدها تكميم إطلاقا. يعني أنت لو عايز تصلح عملية تدبيس معدة ما تعملش تكميم معدة ما بعد تدبيس المعدة إطلاقا، ما تعملش يعني عملية فاشلة جدا هتتسد في خلال أيام، لأن دي تويستنج بوينت اللي هي الشبكة هتلوي المعدة بعد شوية، خطر جدا ما تعملهاش. يبقى إذا تعمل عملية إيه؟ تحويل مسار معدة كلاسيكي أو تحويل مسار معدة مصغر أو تلغيها خالص، رجع المعدة عادية. دول في الناس بقى اللي هم عملوا تدبيس المعدة وعمالين يرجعوا طول الوقت، لأن عندهم يعني إما الاستومة ضيقة وما عندوش جاستروك فيست لفوق، مش عارف ياكل يعدي الأكل من فوق ولا من تحت، بيقعد يرجع بقى طول الوقت وبيعتمد على السكريات، يشرب سكريات على طول وهو عايش على البسكوت والحاجات دي، وبالتالي بيجي لك يا إما جاي منهك تعبان مالنارشت وكسلان يعني صحيا، ده بتعمل له عملية إلغاء. دي حاجة بسيطة جدا، تدخل بالإنذار خلال نص ساعة بتكون خارج من العمليات، لغي العملية ترجع لوضعك الطبيعي وممكن تزيد في الوزن تاني خلاص، يعني ده وضعك لو أنت حسيت أن الصحة العامة مش جايبة معايا. في التدبيس، في التدبيس اللي طيب. تلغت من العالم وما زالت ناس بتعملها للأسف، بتعملها لتقليل الأسعار. أسعار التدبيس برضو فئة منهم اللي هو بياكل شوكولاتات كتيرة وسكريات وصحته كويسة ووزنه زاد، فلو هو عارف يخس ولا عارف ياكل اي حاجه صلبه بيرجعها، فبالتالي معتمد على السكريات وبالتالي وزنه يزيد تاني. ده بقى يعمل عمليه تحويل مسار معده مصغر او كلاسيكي. كلاسيكي في 95% بنعملها و5% بس اللي ينفع فيهم تحويل مسار معده مصغر. فيعني لكن ما ينفعش ان احنا نعمل تكميم معده ما بعد تدبيس المعده. السؤال في طي كلامك قلت انه مش اي حد يدخل يعمل عمليه اصلاح. طبعا. ايه المخاطر والمضاعفات اللي ممكن تحصل لو واحد مش مدرب قرر خاطئ مش عارف يكمل عمليه؟ ما هو مش عارف يكمل عمليه، الوضع صعب جدا. الوضع احيانا انت بتدخل في البطن بتلاقي التصاقات شديده لدرجه ان انت بتسلك بالكاميرا نفسها، يعني انت بتدخل بالبورت بتاع الكاميرا وتقعد تشوف مكان تدخل منه الكاميرا نفسها، تقعد تسلك بالكاميرا عشان تدخل بالبورتات الثانيه. يعني القرار طبعا قدرات جراحيه لازم تكون عاليه جدا في سبيل ان حضرتك تعمل عملية باحترافية عالية جدا. العملية اختيار العملية نفسها او اختيار المريض وقرار ان دي عملية فاشلة، العملية الفاشلة دي حاجتين، يا اما زيادة وزن انت بتسيب العيان هو سنتين وزنه ما قلش 50% من وزنه الزايد، يعني سي ان هو وزن الزايد عنده 100 كيلو، لو خس اقل من 50 كيلو يبقى العمليه دي فشلت خلاص، دي محتاجه اعاده اصلاح، ودي من اسهل الحاجات اللي ممكن تتصلح. لو تكميم وسعت ممكن نعيد اصلاحها، يعني نقصها تاني او ان احنا نعمل ابلكيشن تانيه، او يعني دي حاجه. اعاده الوزن برضو في تحويل مسار المعده المصغر يمكن اعاده اصلاحه بتحويله لتحويل مسار معده كلاسيكي وممكن نحط عليه بند. تحويل مسار المعده الكلاسيكي بقى ده يعني محتاج خطه، يعني يا إما بنصغر المعدة بس ونحط عليها باند، يا إما بنصغر المعدة ونحط عليها باند ونعمل حاجة اسمها ديستاليزيشن أو إن احنا بنزود طول الجزء المعزول من الأمعاء، ودي لها نوعين، يعني نوع تطويل للبيلي بانكرياتيك ليمب المشهور عالميا دلوقتي، أو إن احنا نطول الرو ليمب، بس العالم كله شغال إن احنا نطول البيلي بانكرياتيك ليمب، يعني نقص الرو ليمب ونحطه على بعد أطول شوية ونبقي 3 متر بس من نهاية الأمعاء. لكن ما نعملش حاجتين بقى بعنف، ان احنا نعمل تصغير لحجم المعده وباند ونعمل ديستاليزيشن، يبقى العيان مش هيعيش. يبقى اذا لازم يا اما تعمل يعني العيان ما نعملوش ريستريكشن عنيف ونعمل له ملء ابزورشن عنيف، يبقى محتاجه معادله، يعني انت بتشوف العيان ده وزنه قد ايه، طبيعه حياته قد ايه، سنه يستحمل ولا ما يستحملش الملء ابزورشن، هيقدر ماديا يشتري الفيتامينز ولا ما يقدرش ما بعد الديستاليزيشن، لان الديستاليزيشن ده ات مينز ان انا الديستاليزيشن اللي هو نقل الوصله لمسافه ابعد وباقي جزء صغير من الامعاء يشتغل على الامتصاص. فالموضوع حرفي، يعني هو الموضوع ما يتاخدش فهعمل لا، يعني ده محتاج خطة. يعني الحوار معاك في الإصلاح ممتع للغاية، لأنه واضح أن المنطقة دي هي المنطقة الأكثر إشباعا للناحية الجراحية والتحديات فيها أعلى، وطبعا مريض هنا كمان مريض بيبقى جاي فعلا حالته نفسية مش عادية، حالة نفسية صعبة، عايز
دقة شديدة جدا وعايز حرفية شديدة. ولذلك احنا هنتكلم على عمليات الإصلاح كثيرا مع ضيفي العزيز. الحوار معك ممتع للغاية. أنا هسيب الناس تسمع كلام المرضى، تسمع كلام الحكايات بتاعة الناس، لأنه دايما كلام المريض بتاع سنة مختلف. لكن أنا أؤكد إن أنا، ومش بس أنا، كل المنظومة بتاعتها سعيدة بوجودك معنا، لأن احنا بنسمع مستوى علمي راقي جدا جدا. أولا بلا شك ده يعبر شديد التعبير عن التقدم المذهل والحالة العلمية الرائعة لقسم جراحات السمنة جامعة عين شمس، وهذا القسم اللي أنا شايف له أيادي عظيمة على جراحات السمنة في الوطن العربي كله. بلا شك بلا شك قسم رائع جدا 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 جامعة عين شمس. أساسا الحتة دي هي فيها ليها تقل علمي قوي جدا، من ناحية الأكاديمية ومن ناحية النشاط ومن ناحية الأداء ومن ناحية الرقابية ومن ناحية الدقة والصرامة والسيطرة على المنظومة بشكل رائع جدا. فأكيد التحية لرئاسة الجامعة ولهذا القسم العظيم جدا، لكن اسم متميز للغاية وناحية علمية راقية في الشرح والتفصيل، وأيضا جرأة واضحة جدا في التوضيح، وهذا هو سبب الدعوة الأساسي. لكن أنت أبهرتني بالطرح العلمي. شكرا. بشكل رائع جدا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة ومناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحصل على أعلى تصنيف للجودة في جراحات الدولي في جراحات السمنة SRC. ضيفي العزيز كان في واحدة من سلسلة حلقات هامة جدا هي عالم السمنة، عالم جراحات السمنة، هذا العالم المثير ما له. أطقم الأسنان الأولى ظهرت في إيطاليا سنة 700 قبل الميلاد، كانت عبارة عن أسنان بشرية مع قطع من أسنان الثور وفرس النهر وعاج الفيل محشورة في أسلاك من الذهب، وكانت بتفوح منها رائحة كريهة وشكلها كان شاذ ومفتعل. التقنيات الحديثة دلوقتي وفرت طرق كتيرة متنوعة في مجال تركيب وزراعات الأسنان، ما بقاش بس طريقة لإعادة تأهيل الأسنان، لكن كمان لتجميل الأسنان والحصول على شكل أجمل وثبات ومتانة وراحة وإحساس طبيعي. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان طبعا، لكن خلينا أقول لكم حاجة لطيفة جدا. بيقول لك إيه، دراسة أثبتت إن أصحاب السنان اللي مش حلوة أقل فرصة في التعارف. عملوا تجربة جميلة جدا، مهندس دارين بيرت ومدير التسويق بتاعة البروجيكت ده اسمها إليزابيث هيلي، دول شباب، واحد 35 هو 35 وهي 30، عملوا تجربة لطيفة، عملوا حسابين على الفيسبوك، وواحد منهم بصور سنان حلوة والتاني بصور سنان مش حلوة، مجرد بس تغيير السنان هو ده اللي عملوه. بس لو انه خلال اسبوع واحد الابتسامة الحلوة جابت لهم 1500 رسالة لحساباتهم، الحسابات التانية او الحساب التاني اللي فيه الابتسامة اللي مش حلوة جاء فيه 240، من 1500 ل 240. انتوا متخيلين؟ ضيف العزيز الزميل والصديق العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى. فرق كبير جدا بين تجميل الاسنان وتشويه الاسنان. تجميل الاسنان بالذات اول خطوة الحالة لازم تاخدها هي انها تروح لدكتور تجميل اسنان. دكتور تجميل الاسنان هو اللي عنده الادوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. ده اجراء مهم جدا، ده حاجه في وشي. احنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. ده
ضيفي العزيز دكتور نور، اهلا بيك ومنور دكتور. وحشني والله. وحشني جدا جدا. زراعه الاسنان انا حاسس انه في تخاريف بتتقال، انا حاسس ان في غلطات جباره، بس الاول يعني نمسك كده زراعه الاسنان بالراحه ونشوف وصلت لايه، وكلمني على التخاريف اللي بتسمعها دلوقتي. تمام. الاول احنا عايزين نعرف بس الناس من الاول خالص يعني زراعه اسنان. احنا السن اللي ربنا خلقها عباره عن جدر جوه العظم الفك وطالع منها الجزء الخارجي اللي هو الكراون. يبقى اذا لما هاجي اعمل زراعه اسنان وهعوض سنه مفقوده او هفقدها يبقى هعوضها بنفس الطريقه. فالزرعه هي عباره عن اجزاء، جزء الاول بيتحط جوه العظم، تمام. هنشوف هنا ادي الجزء التيتانيوم ده بيتحط جوه العظم، وبعدين الاباتمنت او الجزء الخارجي اللي هيركب عليه الكراون او الجزء اللي بنشوفه. فبالتالي هو واخد نفس الميكانيزم او الشكل بتاع السنه الطبيعيه. فالناس يبقى متخيله بس الزرعه دي، لان لسه ستيل لغايه النهارده في ناس مش فاهمه او مش عارفه يعني ايه الزراعه. في ناس لغايه النهارده فاكر ان الزرعه دي حاجه بنحطها وبتنبت، يعني في ناس متخيله. ما هو لسه ما حد يعني برضو الزراعه برغم انها انتشرت وبقت موجوده في الوطن العربي بشكل كبير وعندنا دكاتره كتير محترمه جدا بتعمل زراعه بتعمل نتائج هائله جدا، بس ستيل في ناس مش مستوعبه الزرعه هي عباره عن جزء جدر بحطه جوه العظم، وبعد الوقت اللازم سواء قررنا ان هو يتعمل له immediate load او delay load اللي هو بعد الفتره اللازمه ان العظم بيمسك في الزرعه. لازم الناس تفهم ان هو اصلا اكتشاف جه ازاي. في عالم في الخمسينات اكتشف ان ماده اسمها التيتانيوم لما بتتحط جوه العظم العظم بيتخيلها عظم فبيخش يبات جواه، تمام. وبتاخد وقت معين لغايه ما يحصل حاجه اسمها اوسيو انتجريشن او عمليه التعظم، ان يحصل تعظم كامل بين الزرعه وبين العظم ده. والفتره دي هي اللي احنا بنستناها، عشان برضو دي معلومه احنا عندنا ثلاث حاجات، في ان انا اخلع واستنى اما العظم يبقى مؤهل للزراعه، وفي ان انا اخلع وازرع ده اسمه ايميديت امبلانت ان انا بخلع وازرع، وفي ايميديت لود ان انا بخلع وبزرع وبركب. ففي ثلاث حاجات، في شروط لكل حاله، فما ينفعش الحالات تيجي تقول لي انا هزرع هزرع هخلع وازرع وركب النهارده. مش انت اللي تقول، الاشعه اللي بنعملها والتحاليل اللي بنعملها هي اللي بتقرر احنا هنعمل لك ايه وايه الانسب بالنسبه لك. ده بالنسبه للزراعه. عشان الناس تبقى استوعبت بس فكره الزراعه والايه والحاجات اللي مش فاهمها قوي. الزراعه عباره عن جزء بحطه جوه العظم بسيبه الوقت اللازم، بعد كده بركب عليه الجزء الخارجي. طيب برضو هل هكون واقعي لما اقول لك لما واحد يفقد سنه الافضل له انه يعمل زراعه ولا يعمل تركيبه كوبري بريدج بين السنتين؟ لان الحكايه دي يعني انا اعتقد انه كتير من الناس بتتوتر فيها. تمام. هو طبعا انا يعني مش ضد التركيبات الثابته لان هي حل ستاندرد موجود طول الوقت، لكن خلينا نتفق على كذا اتفاق. اول حاجه حضرتك فقدت السنه ليه؟ لانك ما قدرتش تحافظ عليها. طيب لما تخلع سنه انت ما قدرتش تحافظ على سنه واحده، هتعمل مكانها تركيبه ثابته، يعني هتحضر سنه قبل السنه المخلوعه وسنه بعد السنه المخلوعه وهتركب كوبري. تمام. الكوبري اصلا طريقه تنظيفه اصعب من السنه الطبيعيه، فانت اوريدي ما قدرتش تحافظ على سنه هتقدر تحافظ على كوبري، فده الاول كونسبت. تاني حاجه، انا التحضير ده عشان اعمل تركيبه ثابته لازم اعمله عند دكتور متخصص في التركيبات الثابته، لان في ناس كتير عملت تركيبات سببت التركيبات في الفيديو اللي احنا هنشوفه ده. ادي عندي هنا سنه اتخلعت، هنبدا نحضر الاسنان ونعمل كوبري. هو بما ان هو مش قادر ينظفها كويس فممكن يحصل التهابات في الاسنان اصلا. دي كده الزراعه كده، هو كده يعني استبدل حط على طول حط زراعه. هنا الزراعه احنا حطينا الزرعه ما لمسناش السنتين اللي جنب الايه الجزء اللي اتخلع، فبقى الجزء ده قايم بذاته. حافظ على العظم اللي احنا زرعناه ده رقم واحد، يعني حافظ على العظم اللي احنا زرعنا فيه ده رقم واحد، وفي نفس الوقت ما ضرش وما لمس السنان الثانيه، بالاضافه ان انت هتنضفه بنفس الطريقه اللي بتنضف بيها سنه عاديه. هنا بقى احنا هنعمل تركيبه ثابته، فبنحضر السنان. فممكن وانا بحضر السنان اروح لدكتور مش متخصص فيحضر لي غلط، ادي واحد. لو الدكتور متخصص وحضرها لي صح وركبنا التركيبه الثابته ممكن يبدا يحصل عندي التهابات بقى في الاسنان حتى في حاله الصح. ما هنا دلوقتي انا ما قدرتش احافظ، ما هو السنه اللي ربنا خلقها لي كانت صح. هي السنه اللي ربنا خلقها دي كانت غلط، ما كانت سنه طبيعيه. بص بدا يحصل عندنا التهابات، هنبدا نخسر
السنان اللي احنا ركبنا عليها اصلا بقت المشكله اعظم. يعني انا جاي بعوض سنه واحده رحت مبوظ سنتين كمان. هنفضل بقى ايه ناخد السيكونس ده، وزي ما بنقول كده حاجه اسمها الاسنان هتكر. خلعت سنه، بعد كده بقوا ثلاثه، بعد كده الثلاثه عايز اعوضهم برضو بتركيبه ثابته، يبقى اخد خمسه فهركب على او سبعه مثلا. بعد شو بقى عندي نص قرش خسرته، بعد شويه هخسر القرش كله لو ماشي في السيكونس ده. طبعا بالاضافه ان انت زي ما انت شايف كل شويه العظم عندنا بنخسره، يعني العظم في الاماكن اللي مخلوعه عمالين نخسرها. فعلشان كده انا مع ان انا لو عندي سنه اتخلعت او هتتخلع، انا رايي ان انا ازرع مكانها. ليه؟ هاخد بقى كل فوائد الزراعه، الحفاظ على الاسنان المجاوره، الحفاظ على شكل العظم اللي موجود بكثافته. لما بدانا برضو من فتره طويله قوي نقول ان الزراعه ممكن تتعمل في 10 دقائق، الناس فهمت غلط. تمام. انه اعتبروا ان كل زراعه هتتعمل في 10 دقائق. اه دي معلومه طبعا. ده احنا اصلا في كمان ناس، يعني في زملاء طبعا انا بعزهم جدا. الاول احنا اول ما قلنا الزراعه في 10 دقائق اول حاجه تهاجمنا جدا. اه طبعا. لان قال لك يعني ايه في 10 دقائق؟ انا ناس كلمات قالت لي تهاجمنا هجوم غير عادي. بعد كده بقى ترند في مصر دلوقتي اي دكتور بيعمل زراعه يقول لك الزراعه في 10 بقت 10 دقائق دي رقم ثابت. الزراعه في 10 دقائق بقت ترند. لدرجه ان في زميل لينا طبعا بعزه جدا عمل فيديو قال لك ايه؟ قال لك ولازم تعمل الزراعه، هو بيتريق طبعا، قال ولازم تعمل الزراعه في 10 دقائق ولو زادت على 10 دقائق سيب العيان وامشي. طبعا هو عنده حق يقول كده لان الناس ما بتفهمش. يعني احنا في نفس الفيديو اللي قلنا فيه الزراعه في 10 دقائق قلنا، قلت بعديها على طول يا جماعه وانا بقول الزراعه في 10 دقائق هتيجي حالة تقول لي أنا جيت لك العيادة وزرعت في ساعة، فأقول لها أيوة يا فندم حجيتي زرعت في ساعة لأن احنا كنا محتاجين نزرع عظم أو العظم غير مؤهل فكنا بنأهله. فعملية الزراعة في 10 دقائق على فكرة أي دكتور زراعة متخصص هي فعلا عملية الزراعة ما تاخدش أكتر من 10 دقائق لو العظم مؤهل. وأنا جايب فيديو لايف، يعني الفيديو ده متسجل لايف، الحالة اتحط، ده اسمه السيرجيكال جايد اللي هو ايه بقى الخطه العلاجيه. عملنا اشعه ثلاثيه ابعاد واتعمل على اشعه ثلاثيه ابعاد سيرجيكال جايد. السيرجيكال جايد ده مهمته ايه؟ ان دلوقتي الدريل هيخش في اتجاهه وفي مكانه مظبوط. بص ادي الدريل بيخش الاول هنشيل جزء اللسه اللي احنا هنخش مكانه. مكبره جدا عشان تبقى طبعا لان احنا قريبين قوي من البق. وعلى فكره انا عايز اقول لك الفيديو ده لما بنزله للحالات الحالات بتخاف. طبعا. بس انا منزله ليه؟ عشان انا دكتور، عشان انا مش راجل بيبيع، انا راجل طبي. فلازم الناس تعرف الزراعه بتتعمل ازاي. مش اقول له اصل احنا هتخش في مش عارف ايه وما تخافش. هي العمليه غير مؤلمه بالمره، بتاخد بنج وبتتعمل في اقل ما بنعمل عمليه علاج عصب. يعني عمليه علاج العصب بتخلص في ساعه صح؟ ده بعد طبيعي. التكنولوجيا الحديثه. عشان اعمل درس 4 كانال هياخد مني ساعه، هياخد من دكتور علاج العصب افريج ساعه. العمليه ما بتاخدش 10 دقايق. عايز اقول لك ان دي خدت تقريبا 7 دقايق لان ده الوقت الطبيعي على فكره ومش اختراع. دكتور نور الدين مصطفى ما اخترعش عمليه الزراعه، ده عمليه موجوده في العالم كله. كل دكاتره الزراعه بتعمل كده، دكاتره الزراعه المتخصصه بتعمل كده، ومش حاجه حصري عندنا. ده اي دكتور متخصص في مصر في الزراعه، هي عمليه الزراعه لو العظم مؤهل مش هتاخد اكتر من 10 دقايق لان هو عباره عن دريلات زي ما انت شايف، بتخش بتحضر العظم وبعد كده الدكتور بيركب الزرعه، بيدخل الجزء بتاع الزرعه. لكن قد تحتاج الحاله لاكثر من كده. لا مش توكيد بس في الزراعه، في ان انا استنى لما يحصل اوستيوجريشن، يعني ما يحصل بالزبط. تعظم عشان اعمل لا وغير كده. انا دي حاله العظم مؤهل ان انا احط الزرعه على، يعني كميه العظم كفايه. طب لو حد تاني العظم بتاعه مش مظبوط او العظم بتاعه في مثلا الانجل بتاعته اصعب، هتاخد وقت اطول. فما فيش حاجه اسمها هي الزرعه 10 دقائق، هو مش ترند. هو الزرعه العاديه بتاخد افريج من 5 ل 10 دقائق لان ده السيكونس بتاعها، دي العاديه في وجود كميه عظم كافيه طول وعرض وارتفاع وحاله العظم مؤهله. اعمله في 10 دقائق واقل ان شاء الله. انما مش الحاله هتيجي لازم كل لا، في حالات بنعملها عمليه رفع جيب انفي لان ما فيش عظم اصلا. ده هيحط عظم ويستنى 6 شهور عشان العظم يحصل له تعظم العظم نفسه. وبعد 6 شهور هيجي يزرع، وبعد ما يزرع هيستنى 3 شهور علشان يركب. فبنتكلم في عملية مستغرقة 9 شهور. لا دي، وفي حالات تانية فيها immediate load بقى. احنا قلنا ان في الاول ان انا بخلع واستنى او اخلع واهل العظم
او اخلع وازرع واستنى اما الزرعه تمسك، او اخلع وازرع واركب. وده اللي حصل في الحاله دي. على فكره الناس عندها مشكله في فهم الحته دي، ايه الفرق بين الزرعه واللود؟ اللود بقى الجزء الخارجي. ايوه اللي انا هاكل عليه. اشرح لهم. هقول لك بقى. مش احنا جبنا اول حاجه الصوره بتاعه الزرعه خالص، حطينا الجدر التيتانيوم اللي هو الحته اللي هي التيتانيوم دي اللي بنحطها جوه الجدر. تمام. المفروض ان الزرعه دي بتاخد افريج 3 شهور علشان العظم يمسك فيها. تمام. دي في الحالات العاديه. طيب في حالات تانية لما بنيجي نعمل الزرعه احنا شايفين ان كميه العظم كويسه جدا، ولو ربطنا الزرعه عند ربط، احنا لما بنربط بحاجه اسمها رينج، كلها حاجه ميكانيكيه يعني. الرينج ده لو ربطنا عند نيوتن معين فبالتالي بقت الزرعه ماسكه كويس جدا في العظم، انا ينفع اعمل عليها حاجه اسمها ايميديت لود. ايميديت لود اهو احنا ركبنا الزرعه وركبنا الكراون في نفس الوقت. الكراون الثابت. القرار ده قرار مين؟ قرار الدكتور المتخصص في الزراعه بس. اللي هو عارف ان انا لما هركب الزرعه دي دلوقتي وهركب عليها الكراون هينفع الحاله تاكل عليها وما حصلهاش مشكله. في حالات تانية احنا واحنا بنربط الزرعه عارفين ان ما ينفعش. ليه؟ لان لو جينا كلنا عليها هيحصل كسر للرابط بين الزرعه وبين الايه؟ وبين العظم. فبالتالي كل ما تيجي الزرعه تمسك في العظم هتتفك لانك عمال تاكل عليها وتحركها. عشان كده قلنا في شرط مهم جدا هو قوه ربط الزرعه في العظم. لو وصلنا لها الرقم، لا الرقم المحدد ده لو وصلنا له اقدر اركب عليه واعمل حاجه اسمها ايميديت لود. غير كده ما ينفعش انت تقول لي، ما ينفعش الحاله تيجي تقول انا اكيد الدكتور من مصلحته ان انت تيجي تزرع وتركب في نفس الوقت لان خلاص خلص الحاله. لكن لو قال لك ازرع واستنى 3 شهور هو عايز يشوفك تاني ليه؟ هو عايز يشوفك عشان مصلحتك انت. هو بيبذل مجهود ووقت اطول ليه؟ عشان مصلحتك انت. فالحاله ما تقررش الخطه العلاجيه، تيجي تقول ايه؟ انا عايز ازرع، الدكتور هيعمل الاشعه، يعمل الانفستيجيشنز بتاعته، اللي ياخد كل الاجراءات بتاعته ويقرر هو محتاج يخلع ويزرع ولا يخلع ويستنى ولا يخلع ويزرع ويركب. ده كل دي قرارات دكتور المتخصص في الزراعه بس. دورتني يا دكتور، اتشرفت بيك. يعني بس عد دائما باللقاء مع ضيفي العزيز دكتور نور الدين مصطفى الصديق والزميل العزيز، كان مبدعا كالعاده وحوارا خارج النطاق التقليدي لكن كله في صلب العلم بتفاصيله. خليكم دائما مع دكتور. انطلقت فعاليات مبادرة الجمعية المصرية لأمراض القلب رد قلبك، مبادرة التوعية المجتمعية دعامة الحياة، وذلك بحضور وتأييد عدد من قيادات الجمعية المصرية لأمراض القلب ورئيس المبادرة الأستاذ الدكتور سامح شاهين وعدد من الداعمين للمبادرة على رأسهم الفنان سيمون والفنان محمد صبحي كسفراء للقلب عن عام 2022، حيث تهدف إلى توعية الجمهور بأمراض القلب وخاصة جلطة القلب وأعراضها وخطورتها وكيفية التعامل معها، وتستهدف حوالي 100,000 مريض يصاب بجلطة القلب سنويا في مصر لرفع الوعي للاستفادة من دعامة الحياة التي توفرها الدولة بالمجان خلال أول 48 ساعة للحد من مخاطر الوفاة الفجائية. احنا هنا النهاردة نبدأ مبادرة رد قلبك، دي مبادرة توعوية لنشر ثقافة التوعية بأمراض القلب وخصوصا الأزمة القلبية أو جلطة القلب. الهدف من المبادرة إن احنا نخلي المريض أو المريض عنده وعي كامل بأعراض الجلطة ديت بحيث إن هو لما يبدأ يحس بيها يتوجه لأقرب مكان يقدر يساعده، التشخيص ثم العلاج، لأن وجدنا أن التأخر في إدراك أعراض الجلطة القلبية بيؤدي في الآخر إلى للأسف ضعف عضلة القلب، ويؤدي بعد كده إلى دوامة أخرى مرضية اللي هي فشل عضلة القلب اللي بتحط حمل شديد جدا على المريض وعلى المستشفيات في العلاج وفي المتابعة وفي جودة الحياة اللي بيشعر بها المريض. بالنسبة لنا شايفين مهم قوي أن المريض يعرف أعراض جلطة القلب اللي هي أنه يحس بألم في صدره. الألم ده عند بعض المرضى زي اللي عندهم السكر أو المرضى اللي عاملين زراعة قلب ممكن ميبقاش واضح بشكل شديد، ولكن العادي إن هو يحس بألم شديد في الصدر. الألم ده
تيبيكالي او بشكل كلاسيكي ان هو هيبقى اكتر من 20 دقيقه. المرضى اللي عارفين ان عندهم الام في الصدر مزمنه بسبب مشاكل في الشرايين، هو بيبقى متعود على ده وبياخد حبوب معينه تحت اللسان مره واتنين، حس ان هو ما تحسنش بيتوجه لاقرب مستشفى يعرف يعمل فيها تخطيط القلب او رسم القلب الكهربائي او الاي سي جي. انما المريض لاول مره يحس بحاجه زي كده، وخصوصا لو عنده عوامل خطوره زي الضغط او السكر، السن الكبير، او عنده تاريخ مرضي في العائله في مشاكل في شرايين القلب، ما يهملش في اي وجع في صدره. بالعكس احنا لو توجهنا لاقرب مستشفى وطمنك الدكتور وقال لك لا ده ما فيش مشاكل، ده الم في الضلوع، لرسم القلب كويس، هترجع يبقى ما خسرناش حاجه. ولكن المطلوب ان حضرتك اول ما تحس بوجع في صدرك طول شويه، وخصوصا لو مصاحب بعرق او جاي مع المجهود، تتوجه مباشره لاقرب مكان، مش عياده طبيب، لا انت محتاج مكان طوارئ في رسم قلب كهربائي، فحص بسيط جدا ولكن مفيد جدا، بيبين لنا ببساطه شديده في خلال دقيقه دقيقتين تغيرات معينه تبين لنا ان هنا في ازمه او جلطه قلبيه. بنتوجه مباشره ساعتها للعنايه المركزه، بتاخد ادويه اوليه، ثم دلوقتي الحمد لله في معظم المستشفيات سواء عندهم او بيقدر يوجهك لاقرب مستشفى، بتعمل دعامه تفتح الشريان المصاب بشكل مباشر، بيحسن جدا كفاءه عضله القلب بعد كده، لان بيفتح الشريان المقفول، بيعيد ترويه عضله القلب، الدم بيوصل لها تاني، بنتفادى بشكل كبير جدا المشاكل ممكن تحصل بعد كده من ضعف عضله القلب. بعدها طبعا لازم نلتزم بالعلاج والادويه. فلو قدرنا ننشر ثقافة الإحساس أو التصرف السريع الذكي مع أعراض جلطة القلب، إن شاء الله هتفرق جدا في صحة المصريين، وتفرق جدا في الضغط المادي على الناس وعلى الدولة في تحمل النفقات والأماكن والأسرة في المستشفيات، وجودة حياة المريض نفسه. المريض اللي بيجي له جلطة وبيتعالج بشكل كويس أفضل بكتير جدا من المريض اللي بيتأخر للأسف وبيعاني بعد كده من مشاكل ضعف عضلة القلب. طبعا انا جيت هنا دكتوره شيرين قالت لي على هذه الدعوه الكريمه، وهي الفكره مش فكره تواجد الفن والاعلام في حدث طبي عظيم زي كده، بقدر ما هو زي ما حضرتك تفضلت وكلمنا في موضوع الوعي المجتمعي بوجه عام. وطبعا لانه اغلب الناس وحتى الناس المثقفه واللي دارسه وكل حاجه ما عندهمش تفاصيل فكرة القلب دي ايه، واحيانا زي ما يعني ممكن يحصل مضاعفات وما نحسش باللي بيحصل. فعشان كده لازم الثقافة العامة، ده نوع من انواع الثقافة العامة مش الثقافة الطبية. فكرة المبادرة دي انا مع اي حاجة ايجابية تحدث في وطني وفي بلدي، ده مش معناه ان مفيش سلبيات، لكن انا بحاول اعلي الايجابيات وبهذا يقلل من السلبيات بشكل ايجابي. فانا سعيده جدا جدا مش كفنانه بس، كانسانه عاديه جدا، ان انا اكون سبب او مشاركه مع ناس جميله بتحاول ان هي تخدم وطنها بعملها. فطبعا اتمنى انه يبقى على مستوى اكبر، ان هذه الدعوه الكريمه والندوه الكريمه تحوز يعني الاقبال، وان الناس تهتم جدا زي ما بتهتم بحاجات كتيره قوي في نشرها، تهتم بنشر ده بشكل مكثف لدرجه ان الناس تبدا تفكر هو قصدهم ايه، هو في ايه، ويشوفوها طول الوقت في الحاجات الاجتماعيه والتواصل الاجتماعي زي ما بيشوفوا حاجات كتير تانية. الحقيقه احنا النهارده بنحتفل بتدشين وبدايه حمله لتوعيه الجمهور. الغرض منها هو ان احنا نوعي الجمهور بمشاكل واعراض جلطة القلب وكيفية التصرف، لان احنا لاحظنا الحقيقة ان في بعض المرضى بيصابوا بجلطة القلب والمريض ما بيحسش وما بيتعرفش على الاعراض اللي بتخليه يشك ان هو عنده مشكلة في عضلة القلب، وبالتالي ما بيتوجهش المستشفى، وده بيؤدي الى مضاعفات مشاكل وممكن يؤدي الى هبوط في عضله القلب، وللاسف ممكن يؤدي الى الوفاه. فالهدف من المبادره الصحيه، انت عارف ان جمعيه القلب المصريه دورها الاساسي هو تدريب الاطباء، لكن لقينا ان في هدف الحقيقه مهم ولا يقل اهميه عن تدريب الاطباء،
وهو الوعي، وعي المجتمع بالأمراض وإزاي هو أولا نمنحها الوقاية، وبعدين يتصرف إزاي لو حصل فيه مشكلة في. فالحقيقة احنا بنحاول ان احنا نوصل للجمهور ما هي أعراض جلطة القلب، إزاي يتعرف عليها، ازاي ان هو يجيله لما يجيله اي الم. وعلى فكره الالم اللي بيجي اللي ممكن يجي في الصدر مش لازم يبقى الم قوي، ممكن يبقى الم بسيط، مجرد بس الشعور بعدم الراحه ده خليه يشك انه ممكن يكون عنده مشكله في عضله القلب. ممكن تبقى مصحوبه بغثيان او ميل القيء، ممكن تبقى مصحوبه بعرق شديد، ممكن يبقى في حاله اغماء او الضغط يوطى. كل الحاجات دي بتخلي المريض يشك ان هو عنده اعراض جلطه القلب، وهنا احنا بننصح ان هو لازم يتوجه بسرعه لاقرب مستشفى، ويفضل ان هو يتبع عن طريق عربيه اسعاف الحقيقه، لان فتره النقل من مكان الاصابه سواء كان في البيت او في الشغل الى المستشفى ممكن يحصل فيها مضاعفات. فالحقيقه احنا برضو بننصح ان هو يتصل بعربيه الاسعاف، وعربيه الاسعاف هي اللي توديه لانها بتبقى مجهزه لاسعافه لا قدر الله لو حصل مشكله. احنا النهارده يعني سعداء ان هو بنطلق الحمله بالاشتراك مع الجمعيه المصريه لامراض القلب. الحمله دي الهدف بتاعها هو زياده التوعيه ما بين المواطنين في مصر على خطوره امراض القلب. فهو حضرتك عارف ان هو امراض القلب من المسببات الرئيسيه للوفاه، فدي حاجه مهمه انه الناس تكون عارفه لما يكون في ألم في الصدر، لما يكون في نهجان، لما يكون في ضيق في التنفس يتصرفوا ازاي. هي الحملة دي الحاجة الجميلة فيها هو ان هي بتعزز الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام عموما، متمثل في جمعية الجمعية المصرية لأمراض القلب، وده برضو بيأكد رؤيتنا احنا كشركة في حتة الصحة للجميع. وحيك عارف ان هو الوقاية دايما خير من العلاج، فده مهم بالنسبة لنا ان احنا نكون حريصين على تقديم هذه الخدمات للمواطن المصري، وعلشان نحقق رؤية وزارة الصحة في مصر اللي هو العام 2030 اللي هي ان هو يبقى فيه صحة للجميع. نرحب بحضراتكم النهاردة في اطلاق مبادرة الجمعية المصرية لأمراض القلب للوقاية من أمراض القلب وجلطة الحادة للشريان التاجي. احنا عارفين انه انتشار مرض قصور الشريان التاجية واحد من أكثر الأمراض شيوعا في العالم كله، وواحد من أكثر أسباب الوفيات في العالم، وللأسف يمكن في مصر واحدة من أكثر الدول في العالم اللي فيها انتشار لقصور الشريان التاجية والجلطة الحادة للقلب. المؤسف انه متوسط العمر لحدوث امراض الشرايين التاجية والجلطة الحادة لشريان القلب في مصر هو في سن في متوسط عمر اصغر ب10 ل15 سنة عنه في اوروبا وامريكا، وده بيستدعي علينا دور كبير قوي في الجمعية المصرية لامراض القلب ان احنا نقوم بدور توعية، لانه بداية العلاج هي من الوعي. ما كانش الناس عندها الوعي بعوامل الخطورة اللي بتؤدي لحدوث الأزمات القلبية مش هيبدأوا يتحركوا ولا يتعالجوا. والحقيقة انه عوامل الخطورة اللي بتؤدي إلى قصور الشريان التاجية واحتشاء عضلة القلب في معظمها عوامل يمكن التحكم فيها ويمكن التغلب عليها، في عوامل لا نستطيع التحكم فيها زي التقدم في العمر، زي انه الرجال أكثر عرضة لأمراض القلب من السيدات، أو انه الجين الوراثي التاريخ العائلي موجود، التوتر العصبي الشديد عند بعض الناس، إنما في عوامل أخرى من السهولة بمكان إن إحنا نتحكم فيها، وبالتالي يتغير التاريخ المرض للمريض كله لو غيرها، زي التدخين مثلا. التدخين بقى ظاهرة في الشباب وفي البنات النهاردة، بنشوف أصبحنا بنشوف جلطات قلب حادة في السن دون 30، وعامل الخطورة الوحيد هو التدخين والتدخين بشراهة. بنشوف بقى البنات والولاد اللي قاعدين على الكافيهات بيشربوا شيشة ويشربوا سجاير، الكلام ده لازم يتغير لأنه المقابل هو أزمات قلبية وجلطات حادة في القلب. النهاردة بنشهد انطلاق مبادرة رد قلبك اللي بتاخدها جمعية القلب المصرية، واللي أنا بأشرف بأن أنا جزء صغير في المنظومة اللي بتاخدها هذه المبادرة. لازم نعرف الأول وضع بلدنا الحبيبة مصر
في وسط دول العالم في خطورة أمراض القلب. احنا وضعنا مع الأسف متقدم جدا من حيث عوامل الخطورة لأمراض القلب للأسباب التقليدية المعروفة مثل ارتفاع الضغط والسكر والكوليسترول والعامل الوراثي والتدخين، ووجود عوامل أخرى زي قلة ممارسة الرياضة والهيلثي لايف ستايل أو الحياة الصحية. النهاردة بنقدم مبادرة للتعريف بأعراض الذبحة والجلطة القلبية وكيفية التعامل معها. الدولة بتبذل جهد كبير جدا في توفير مراكز القسطرة الأولية لإنقاذ الحياة اللي احنا بنسميها دعامة الحياة في كل مكان وفي كل محافظة في مصر، ولازم احنا في المقابل نوفر الدعم الفني والتدريب للأطباء بتوعنا والحملات التوعوية زي اللي بتاخدها جمعية القلب المصرية النهاردة لتوعية الشعب بتاعنا كله بخطورة وأعراض أمراض القلب. الحقيقة من اهتماماتي كفنان إن أنا أبحث وأتابع المبادرات التي تطلق في مصر، والحقيقة الواحد بيحترم المبادرة الجادة الواعية التي تفيد مجتمعنا المصري. وأنا شرفت بإني تعرفت وتواصلت مع الجمعية المصرية لأمراض القلب التي أعلنت إطلاق مبادرة رد قلبك دعامة الحياة، وهدفها توعية الجمهور بأمراض القلب وخاصة جلطة القلب وأعراضها وخطورتها وكيفية التعامل معها، ومن أهدافها رفع درجة الوعي للاستفادة من دعامة الحياة التي توفرها الدولة بالمجان. الحقيقة أنا فخور جدا بهذه المبادرة، وأثق في أن المبادرة دي مش لمجرد أنها هتبدأ وتنتهي، ولكن سوف تستمر الجمعية والمبادرة ستستمر حتى تحقق أهدافها. أنا أشجع وأقف بجوار هذه المبادرة لكل ما هو صالح للشعب المصري ولمصر. تحياتي.